السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من ملعب أون. يوم جديد النهاردة وأخبار كتيرة جدا. نبتديها منين؟ من الأهلي، من الزمالك، من المحافظات. بشكر كل المسؤولين امبارح وكل الناس في المحافظات اللي بعتولي على حلقة امبارح وعلى الدعم وعلى المتابعة الكبيرة جدا، بشكرهم شكرا جزيلا. هنفضل داعمين الأندية، هنفضل في ظهر الأندية الجماهيرية ومؤسس الشركات وأي نادي. هدفنا الأساسي والرئيسي أن كله ينافس وتبقى المنافسة قوية جدا في الدوري الممتاز. محمد صلاح النهاردة بيخسر من إيفرتون في الحقيقة في مباراة صعبة جدا على ليفربول. من 1999 إيفرتون ما خسرش من ليفربول، ولكن ده في النهاية حال كرة القدم. في عز ما الفرقة ملخبطة أو في عز ما ليفربول ملخبطة، دايما محمد صلاح محتفظ بمستوى ثابت. صلاح هو هداف الدوري الإنجليزي، وفي عز ما الأمور ملخبطة مع ليفربول، فأعتقد أن القصة بالنسبة له هتبقى صعبة، ولكن أبو صلاح علمنا مفيش حاجة صعبة خالص. محمد صلاح مركز، محمد صلاح وصل لعقلية ووصل لفكر، عارف هو بيعمل إيه. يظل وليفربول مش في أفضل حالاته، يظل صلاح هو فخر العرب. صلاح الحقيقة في منطقة فكرية مختلفة تماما تماما تماما، ويظل الحقيقة محمد صلاح بالنسبة لنا أسطورة. إيه الرسالة اللي أنت عايز تقولها النهاردة يا عم سيف؟ الرسالة عايز أقول لك، رغم خسارة محمد صلاح النهاردة أو خسارة ليفربول، ولكن على الشعب المصري كله وعلى الوطن العربي كله، رغم كل الظروف دي ادعم صلاح، ادعم أبو مكة، لأن محمد صلاح القادم بالنسبة له مختلف تماما. وصل لمرحلة مختلفة، واحد دلوقتي من التوب 5 من التوب 6 في العالم كله، من أفضل 5-6 لعيبة في العالم كله. نتمنى له يا رب كل التوفيق، كلنا بندعم محمد صلاح. مصطفى محمد وقفت هنا امبارح وقلت لكم الزملكاوي يقول مصطفى محمد والاهلاوي يقول اصل الحكايه، اصله معار، اصله مبنى نادي الزمالك. خلاص، مصطفى محمد النهارده ما اصبحش ابن نادي الزمالك، اصبح ابن كل المصريين. اصبح النهارده وجهه مشرفه، طالع من نادي الزمالك، واحد من ابناء نادي الزمالك من وهو صغير، ولكن النهارده راح في حته تانية خالص. زي ما قلت لكم، في النادي الاهلي وبعض الانديه الاوروبيه عينيها على لاعبي النادي الاهلي. مصطفى محمد كريستال بالاس ابتدى يحط المنظار عليه ويتابعه، ودي فتره قصيره جدا في فتره لمح البصر. سيبكم من الدعابه، وسيبكم من الهزار، وسيبكم مصطفى كويس، وسيبكم مصطفى مش كويس، ده في الاخر كلها حاجات احنا بنداعب بيها بعض هنا. ولكن مصطفى محمد النهارده في منطقه مختلفه تماما 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 تماما. مصطفى محمد اختار الطريق الصعب، كان ممكن يقعد ويطلب فلوس وياخد من الزمالك او من غير الزمالك، قال لا انا مش مهم الفلوس، انا طموحاتي واحلامي حته تانيه تماما مختلفه تماما. على فكره مصطفى ان شاء الله باذن الله بنفس السيستم بنفس المستوى هيروح لحته تانيه، ساعتها اكيد هيشرف نادي الزمالك، ولكن من المؤكد ان هو هيشرف كل المصريين. برضو كلنا في ظهر مصطفى محمد، وكلنا بنتمنى له ان شاء الله باذن الله التوفيق. دايما ميلاد النجم هي حاجه مهمه. ليه حاجه مهمه؟ علشان في النهايه هي شهاده ميلاد لواحد امتع الكره المصريه بشكل كبير جدا جدا جدا. مين هو؟ هو عماد متعب، واحد من نجوم مصر، واحد من نجوم النادي الاهلي، ايضا كمان واحد من نجوم نادي الزمالك، واحد من اساطير نادي الزمالك فنيا واخلاقيا واداريا. كابتن ايمن يونس، كابتن ايمن يونس للي ما يعرفوش اطيب شخصيه ممكن تقابلها في حياتك، اكتر شخصيه ممكن تكون مسالمه في التاريخ، اكتر واحد بيحلم دايما بعالم مختلف، عالم هو عايش في العالم بتاعه، عايز عالم بلا حساسيات، بلا ازمات، بلا مشاكل، بلا كل حاجه وحشه. عنده أحلام وطموح، عايز يشوف ناديه في حتة رائعة جدا، ولكن عايز كمان الروح المعنوية تبقى موجودة، عايز ما يبقاش فيه تعصب، عايز بيحلم بحاجات كتيرة جدا جدا جدا.
كمان عماد متعب واحد من الناس اللي متعوا الشعب المصري، واحد من الناس اللي أسعدوا الشعب المصري. الجميع يختلف على ناس كتير، ولكن الجميع يتفق على عماد متعب في أخلاقه وفنياته وأدائه. يوم ما بطل، بطل في منتهى هدوء الهدوء. يوم ما كان بيكسب بطولات عمرنا ما سمعنا صوته، عمرنا ما سمعنا أزمات ولا مشاكل، عمره ما اتكلم في فلوس، عمره ما اتكلم في أي حاجة، وحتى النهاردة عمره ما اتكلم في أي حاجة. الحقيقة رمزين كبار جدا يشتركوا في حاجات كتير جدا مع بعض، الفيلسوف أيمن يونس والقناص عماد متعب. أنا واحد من أصحاب النظريات دايما إن الوسط الرياضي بتاعنا ده في شخصيات كتيرة جدا عظيمة جدا. أنا الحقيقة من الناس الشخصيات الكبيرة اللي طلعت بيها في الوسط الرياضي، قعدت أتفرج أسمع اتعلمت منه كتير جدا زي ما قلت لكم، في هدوءه في أخلاقياته في قيمه في حاجات كتيرة جدا. عشان كده هو الفيلسوف كابتن أيمن يونس. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا سيف، كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب، بشكرك على المقدمة الجميلة، وبشكرك على الإحساس الحلو، وبشكرك إن أنت شايف الدنيا بتاعتي مليانة أحلام، بس والله كلها تتحول واقع سهل أوي أوي. يا رب يا رب تبقى دايما عمرك كله أحلام جميلة، وتفضل بنفس الشخصية الرائعة دي، ويا رب دايما كده يوفقك دايما، ودايما موفق، ودايما على وضعك زي ما أنت كده. حبيبي احلى معايده جات لي والله يا سيف بجد. بس ما اقدرش اكمل معاك غير ما اخد نجم تاني من نجوم النادي الاهلي. الله. واحد الحقيقه من الاخلاقيات الكبيره جدا اللي فعلا ما فيش حد يختلف عليه، واحد من الناس الحقيقه اللي كان مكسب كبير جدا لينا هنا في اون تايم سبورتس، كابتن عماد متعب. كل سنه وانت طيب. طب سيف وحضرتك طيب، ربنا يخليك، وبشكرك طبعا على الكلام الجميل ده، وده انا اللي اتشرفت بوجودي معاك، واتشرفت بوجودي معاك انت شخصيا، لان فعلا انت من اكثر الشخصيات المحترمه اللي انا ممكن اكون عرفتها في حياتي يعني. وطبعا كابتن ايمن بقول له كل سنه طيب، ويعني يا رب كل حياتك كلها ان شاء الله تكون سعاده، وبتعلم منك دايما. حبيبي يا كابتن عماد، انت بجد كل سنه وانت طيب، وانت اضافه رائعه لينا، وانسان على خلق، وانسان محترم وجميل قوي، وبنتشرف بيك دايما. كل سنه وانت طيب يا كابتن. وحضرتك طيب يا كابتن. على فكره طيب. على فكره عماد، يعني اللي ما يعرفكش كويس، انت بني ادم يعني من الصعب تكراره بانجازاتك، بتواضعك، بادبك، بتعاملك مع اسرتك، بتعاملك مع اولادك، بهدوءك اللي انت الحقيقه مدوخنا فيه، بكل حاجه زي ما انت كده، الواحد الحقيقه بيتشرف ان هو عرفك. ده شرف ليا والله يا كابتن سيف، ربنا يخليك، تسلم لي. والشهاده دي انا بعتز بيها، والحمد لله يعني الحمد لله الواحد يعني كل ما بيتواضع، وكل ما بيبقى شخصيه عاديه، كل ما بيزيد حب الناس واحترام الناس وتقدير الناس، لان ما فيش حاجه تستاهل خالص. في كل واحد بيسعى وبيعمل مجهود وبيجتهد انه يكون يعمل احسن حاجه عنده، وبعد كده التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. وفي ناس بتحقق حاجات، وفي ناس بتيجي تحقق حاجات اكتر منها، وفي ناس بتحقق حاجات اكتر منها، وفي ناس بتحقق انجح حاجات انجح في مجالات ثانيه. كل واحد بيشوف نفسه انه ناجح في حتته، بس في نفس الوقت لازم يعرف ان دي مش نهايه الدنيا. انت نجحت في حاجه، لسه الحياه مكمله، ولازم تحترم كل الناس، صغير قبل الكبير، وكبير قبل الصغير، علشان الناس تحترمك. طبعا زي ما انا الحقيقه استمتعت بالشغل مع عماد متعب، وكان اضافه كبيره جدا، زي ما انا اتعلمت كتير الحقيقه من الكابتن ايمن يونس، ازاي ما الصغير يخش الكبير يستقبله، ازاي دايما الاستوديو يبقى ليه روح حلوه، ازاي ما يبقاش فيه حاجه داخليه. ايمن يونس الحقيقه اخلاق عاليه جدا 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 جدا. يا كابتن يا رب دايما يديك الصحه كابتن ايمن، ويوفقك دايما. لا انت ابتديت كبير طول عمرك داخل. لا يا كابتن، لا ربنا يخليك، ده من حضرتك، ربنا يخليك. ودخلت قلوب الناس، ودخلت قلوب زمايلك، وانا ما انسلكش مواقف محترمه كتير. ربنا يخليك. ويعني مش عايزه يعني لو هذكرها هناخد وقت طويل. لا يا كابتن، ده من ذوق حضرتك. مواقف رائعه، وعندك مواقف مسانده لينا للزمالك وللاهلي، وكنت اديت اداء رائع طول عمرك. انا بشكرك على المداخله الجميله وعماد، لكن خلينا نتفق ان في الاخر كلنا كل واحد بيأدي دوره، بيأدي احساسه، بيأدي حلمه، ان ازاي يساعد الوسط الرياضي. عندنا حلم كلنا كبير، ازاي الرياضه في مصر تستعيد اخلاقها، تستعيد احساسها، تستعيد ادائها. واعتقد عماد متعب لا يقل عن اي واحد مسؤول بيأدي الدور ده، وانت نفس الشيء طبعا. ربنا يخليك، احسن لك. مع ان يا كابتن ايمن، كابتن عماد متعب ساعات في ماتشات الاهلي والزمالك كده يعني يبقى بيعمل معاك حاجات مش كويسه، بس انا ببقى موجود فبظبط القصه. لا العكس، لا عماد ما بيعملش حاجه. يعني يا كابتن، طب ولا الكابتن حازم امام؟
لا حازم ده يعني الحمد لله على سلامته اهم حاجه يعني. اه دي اهم حاجه والله، الحمد لله على سلامتك حازم طبعا. حازم مهم قوي انه يرجع لنا وينور الاستديوهات، لان الكورونا بصراحه يعني كانت حاجه يعني مش كويسه خالص في الفتره الاخيره. الحمد لله كابتن، ربنا يديكم الصحه، واحلى ما في اون تايم سبورتس حقيقه ادارتها، واحلى ما فيها نجومها حضراتكم، وشرف كبير جدا الشغل معاكم. كل سنه طابه كابتن ايمن، كل سنه طابه كابتن عماد، ويا رب الصحه دايما لحضراتكم. كل سنه وانت طيب يا عماد، اشكرك يا سيف. سهرك طيب يا كابتن ايمن، شكرا كابتن سيف، الف شكر ليك، وبتشرف بوجودي معاكم دايما يا رب. بشكرك شكرا جزيلا كابتن ايمن يونس، كابتن عماد متعب، رمزين كبار جدا من رموز النادي الاهلي والزمالك. اتعلمنا ايه بقى؟ اتعلمنا ان هو ده اللي بيبقى، نختلف ونكسب ونخسر ونعمل اللي انتوا عايزينه، ولكن في الاخر هيفضل ايمن يونس ايمن يونس، هيفضل عماد متعب عماد متعب، هيفضل حازم امام حازم امام، هيفضل حسام غالي هو حسام غالي، هيفضل بركات هو بركات، هيفضل شيكابالا موجود في قلوب الزملكاويه كلهم، هيفضل كابتن فاروق جعفر، وهيفضل كابتن حسن شحاته، وهيفضل كابتن محمود الخطيب، اسامي كثيره جدا. ما اتعملتش الاسامي دي بالحرفنه ولا بالاهداف، اتعملت بالعطاء واتعملت بالاخلاقيات. هيفضل كابتن احمد حسن التاريخ الكبير الصقر عميد لاعبي العالم بارقامه ونجاحاته بكؤوسه اللي دايما بتبقى موجوده عنده في صوره، هو ده التاريخ اللي بيكتبه، لا بخلافاته ولا بمواقف ولا بشد ولا بترقيصة ولا بأي حاجة، هو في النهاية كرة القدم لغة الناس بتحبها والناس بتحبك، زائد إن هي لغة الأرقام، لغة الإنجاز اللي دايماً يسعد الناس، الناس عمرها ما تنساله ده، وتفضل دايماً فرحانة بيه. كابتن محمود الجهري أو الراحل محمود الجهري هو أعظم من تولى قيادة المنتخب الوطني، كانوا دايماً الناس اللي دايماً في قلوبهم كابتن محمود الجهري، كابتن حسام، كابتن إبراهيم، كابتن أحمد حسن، كابتن حازم إمام، كل الناس دايماً كان يقولوا الجهري سابق بخطوة، عشان كده ظل دايماً. ناس كتيرة جدا الحقيقة يكلمونا على كابتن محمود الجهري، ولكن كابتن أحمد حسن الصقر عميد لعيب العالم أكيد عنده تاريخ كبير مع الكابتن الجهري. كابتن أحمد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن سيف، حياتي ليك حبيبي. وحشنا كابتن، ازي حضرتك؟ والله الحمد لله تمام، كله تمام. كله تمام؟ الحمد لله ماشي الحال والله، كله تمام. ألف مبروك وإن شاء الله بإذن الله تشرفنا هنا قريبا. يا رب ان شاء الله باذن الله، يعني اكيد طبعا شيء يسعدني ويشرفني مع كل المجموعه اللي موجوده، ومجموعه كلها محترمه وناس كلها مميزه، ويا رب ان شاء الله الواحد يكون اضافه باذن الله. يا رب دايما احمد حسن اضافه الحقيقه بادائه واخلاقياته الكبيره وتاريخه الكبير جدا، واكيد برضه في تاريخ كبير مع كابتن محمود الجهري الله يرحمه. طبعا اكيد رحمه الله عليه، ويمكن الحمد لله يمكن كنت من المقربين لي جدا جدا جدا، ويعني النهارده طبعا يعني اكيد ميلاد يعني واحد انا بقول من اعظم مدربين جم في تاريخ افريقيا والوطن العربي كله في مصر، لان كابتن الجهري تاريخ كبير واسم كبير، وانا بجد لما بقول ان كل واحد اكيد انا استفدت منه اكيد ليه فضل عليا، بس كابتن الجهري ليه فضل كبير قوي عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، لاني هو اللي علمني احب المهنه، احب الشغله، اتقن فيها، اتقن عملي فيها، اقاتل عليها. راجل كان بيشتغل 24 ساعه في الـ 24 ساعه كوره. دي حقيقه. هو لقطات الحقيقه كنا بنشوفها دلوقتي على الهواء، لقطات تاريخ كبير ولقطات رائعه صقر. والله بص يا سيف هقول لك يعني بجد والله يمكن كل اللي اتعامل مع كابتن الجهري حتى اللي بيلعب واللي ما بيلعبش كنت هتلاقيه عنده كاريزما وهيبه كده غريبه الشكل، يعني حجيبها كل اللعيبه في كل الاجيال من جيل 90 بعد كده، الاجيال اللي مرت على كابتن الجهري كلها
كله هيقول لك انه الراجل ده كان سابق عصره، هو فعلا كان سابق عصره، كابتن جوي فعلا كان سابق عصره، كان بي يعني دماغه كلها 24 ساعه. يعني تخيل مثلا احنا كنا في دوره المكسيك، اعدي بعد صلاه الفجر بعد ما نصلي الفجر الاقي كابتن جوي قاعد حاطط السبوره وقاعد بعد صلاه الفجر بيشوف بيحط الخطه اللي هنلعب بيها. واحد هتلاعب المنتخب البوليفي، الكلام ده كانت سنه 99، جايب الدوري البوليفي عشان يشوف طريقه اللعب الناس بتلعب ازاي، عشان يشوف هو هيقابلهم ازاي. فلا طبعا يعني صبغه العين زي ما بيقولوا. انما انما الاقرب لقلبك مين؟ كابتن محمود الجوهري طبعا، يعني زي ما قلت لك، لانه الراجل ده يمكن كابتن حسن شحاته مثلا لما حققنا النجاحات اللي احنا عملناها دي، انا كان بقى عندي قدر كبير من الخبرات اللي انا استفدتها. كنت لعيب دولي، لعبت حوالي اكثر من 100 مباراه قبل ما العب مع كابتن حسن، كنت لعيب محترف بره مصر، فبالتالي خدت خبرات كبيره جدا جدا. انما مع كابتن محمود الجوهري انت بتتكلم، انا انضميت معاه عندي 20 سنه، طبعا يمكن انا انضميت الاول مع كولو، ولكن الراجل ما كملش، ما عادش فتره طويله. انا بتكلم، انت بتتكلم وانا بلعب مع كابتن جوهري وانا شاب لسه عندي 20 سنه، 20 سنه دي يعني اللي هو انت بتتعلم. فهو لا اللي هو من خمس ست سنين، يعني من 8 سنين. انا سمعت ان انت اخذت قرار ان انت هتتفرج على ماتش مصطفى محمد اللي جاي في الملعب. لا مش كده، مش لا هو الموضوع مش كده، لا هو طبعا يمكن انا بقول انا لسه كنت عامل حوار قوي جدا جدا في في في, في احد الصحف التركيه، وبصراحه مصطفى يمكن خلى الناس بقت ترجع تاني تكلمني عشان يسالوا عنه والكلام ده وكده. فمن ضمن الحاجات هم الناس بتسال ان يعني هل يعني انت هتيجي، لان انا قبل كده رحت حضرت ماتش للنني ورحت حضرت ماتش لتريزيجيه، وسعيد جدا جدا باللي بيعمله مصطفى محمد، لاني عايز اقول لك يا سيدي والله العظيم بجد عامل ما شاء الله رائع في تركيا. يعني وصل لقلوب الناس بشكل، لان كمان خلي بالك ماتش جالت سراي وفنار باشا يا سيدي ده بيعتبر زي اهلي وزمالك هنا بالظبط، ماتش جاي قوي جدا، لما يجيب كمان في يعني لما يلعب هو اللي يكسب الفئه، فبيتحط في مكانه في قلوب الجماهير بجد، بقى عامل حاله. انا ناس طبعا هناك بيقولوا لي لا هو عامل حاله هناك ما شاء الله عليه، يعني ربنا يوفقه. طب هتحضر له الماتش اللي جاي؟ اللي جاي لا، هو اللي جاي غالبا كان النهارده، وده كان في انطاليا، ممكن يكون السبت اللي بعد السبت اللي جاي، مش يعني الاسبوع الجاي. غالبا عندهم ماتش في ملعبهم، فيعني اكيد لو سافرت هحضر لمصطفى طبعا ماتش، وهدعمه واكون واقف جنبه، لانه يستحق مننا كلنا ان احنا ندعمه، ويستحق مننا كلنا ان احنا نكون فرحانين بيه، ويستحق ان هو ياخد حقه هنا كمان في الاعلام المصري، ويستحق ياخد حقه مننا احنا كمان ان احنا نسانده وندعمه. وانا الحمد لله يمكن انا برضه كنت بلعب في نادي الحمد لله من الانديه الكبيره هناك بشكتاش، طبعا يمكن هو متصدر الدوري في الوقت الحالي. فاعتقد اني وجودنا جنب مصطفى محمد ده واجب علينا كلنا. يعني انت قريبا جدا في الملعب مع مصطفى بتتفرج عليه؟ والله اتمنى ان انا اكون طبعا في اقرب فرصه ان انا ابقى متواجد معاه، وان انا يعني اروح احضر اللقاء هناك. انا السنه اللي فاتت على فكره رحت حضرت اللقاء اللي بشكتاش مع النني، وحتى عزموني على العشاء، هو النني عزمنا على العشاء يوميها بالليل، وانا اللي حسبت على فكره مش النني. ان شاء الله تكون موجود مع مصطفى وانت اللي تحاسب برضه. ان شاء الله اتمنى لك كل التوفيق يا صقر ان شاء الله، ودايما مباريات الحقيقه يعني مبادرات دايما في قمه الاحترام، ودايما تفضل تاريخ كبير. بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك. كابتن احمد حسن واحد من نجومنا الكبار جدا جدا، بوجه له كل الشكر وكل التحيه. نروح بقى سريعا نشوف اخبار النادي الاهلي ايه. نبتدي مع موسيماني اللي بنبتدي معاه على طول. موسيماني عمل جلسه خاصه جدا جدا جدا، وده انفراد مش هتلاقوه غير عندي هنا. قعد مع مين موسيماني؟ قعد مع ايمن اشرف. قعد مع مين؟ قعد مع ايمن اشرف. موسيماني قال لايمن اشرف انت اللاعب رقم واحد عندي، حياه على ادائه الفتره الماضيه، حياه ان كل ما بيعوزه في مكان بيلاقيه، وقال له انت اللاعب رقم واحد عندي، ركز وانت من العناصر الاساسيه معايا في النادي الاهلي. وحقيقي
يستحقها أيمن أشرف، لأن هو مأدي بشكل كبير جدا جدا جدا. كابتن الخطيب طمن على البعثة، محمد الضماطي هو رئيس بعثة النادي الأهلي. محمد الضماطي الحقيقة واحد من الكوادر الشابة الرائعة داخل مجلس إدارة نادي الأهلي، واللي بيأدي بشكل هادئ جدا، يجيد الكلام، وراجل محترم جدا، وراجل يتعامل بنفس هادي. والحقيقة كانت مبادرة كبيرة جدا من الكابتن محمود الخطيب ان هو ابتدى يدي الوجوه الشابة ان هي تكون موجودة كرئيس للبعثة، ودي طبعا خبرات كبيرة جدا. يعني اعتقد ان سيستم النادي الأهلي زمان كانت امور ان الشباب الصغير ان هو يطلع رئيس بعثة كانت الامور بتبقى صعبة شوية، يعني بتاخد دور وبيبقى فيه سيستم معين، ممكن اول دورة ان انت ما يكونش عندك الحظ ان انت تاخد مسؤولية كبيرة زي كده. خلي بالكم ان انت تبقى رئيس بعثة نادي الأهلي ده لازم تكون سافرت كتير، سافرت كتير مع النادي الأهلي، اتعلمت بروتوكول النادي الأهلي، اتعلمت السيستم. واعتقد ان محمد الضماطي واحد من الشخصيات اللي الكابتن محمود الخطيب يعني بيحضرها بشكل كبير جدا، وقدر ان هو يتحط في هذه المكانة، واعتقد ان هو يعني يجيد تماما في هذا المكان. دي كواليس وصول النادي الأهلي تنزانيا. امامنا محمد هاني وسعد سمير ومجموعة من نجوم النادي الأهلي. دي لقطات وصول الفريق اهو، وان شاء الله بإذن الله يكمل النادي الأهلي سلسلة انتصاراته. دايما في شعار في كرة القدم يقول لك المكسب بيجيب مكسب. كهربا اهو امامنا، انا مش عارف والله كهربا ولا انا يعني انا في زمن الكمامات انا ما بقتش عارف الاشخاص. هو كهربا، هو كهربا، صح هو كهربا. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي. ما اعرفش ليه عندي حلم عايز اقوله لكم، حلم مهم جدا جدا. انا السنه اللي فاتت وقفت هنا في المكان وقلت لكم ان حلمي ان النهائي افريقيا يبقى اهلي وزمالك. النهائي افريقيا يبقى اهلي وزمالك، ومين يكسب مش مهم، افشه يجيب الجول ماشي، شيكابالا يجيب الجول اللي رائع اللي جابه ماشي، يكسب اللي يكسب ماشي. في الاخر احنا هنا المهم ان النهائي يكون طرفي الكره او قطبي الكره المصريه، الاهلي والزمالك. عايز اقول لكم حاجه من الصوره اللي قدامنا دي، انا سافرت كتير الحقيقه مع المنتخب الوطني، والمنتخب الوطني او النادي الاهلي او الزمالك، في لقطه احنا بنشوفها اكرم توفيق اهو. بصوا اكرم توفيق طالع بعربيه عليها كراتين، الكراتين دي ممكن تكون كور، ممكن تكون مستلزمات، ممكن تكون اي حاجه. طول عمر النجوم الكبيره في الفرق دي هي اللي بتساعد الناس او العاملين اللي موجودين، وكنت بشوف لعيبه كبار جدا 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 زي محمد صلاح، زي عمرو زكي، زي وائل جمعه، زي ناس كتيره، زي بركات نازل شايل الكور، شايل الشبكه اللي فيها الكور، شايل حاجات وهو نازل الملعب، بيحط الحاجات في الاتوبيس. دي يعني حاجات كده سمات اخلاقيه كبيره جدا يتمتع بها دايما رموز ونجوم النادي الاهلي ونجوم نادي الزمالك. الاثنين كانوا كده، عصام الحضري كان يشيل الكور وينزل بيها، كابتن عبد الواحد السيد في الزمالك، شيكابالا دلوقتي وهو موجود، عماد متعب وحسام غالي، يعني شفنا الحقيقه لقطات ولحظات كتيره جدا حلوه. الكوره فيها متع كتيرة جدا جدا، وزي ما انتوا عارفين دايما من تواضع لله رفعه، فدي الحقيقة حاجات جميلة وحاجات دايما بنصدر بيها مشهد للشباب الصغير. تخيلوا الشباب الصغير لما يشوف، اصل الشاب الصغير دايما يقلد، يعني الولد الصغير اللي بيلعب دايما يقلد، فتخيل النهاردة الشاب الصغير بيقلد وشايف النجم بيشيل شنطة، وشايف النجم بيتعامل ازاي بتواضع، وشايف النجم ازاي بأخلاقياته وازاي باحترامه. يظل الحقيقة دايما النجوم الكبار قدوة كبيرة جدا. ده ياسر ابراهيم ويا عالم بيعمل باي باي لمين؟ ده لأيمن أشرف؟ لا، احتمال أيمن أشرف هو اللي يعمل لك باي باي، محدش عارف بقى اللي جاي ايه، ولكن في الآخر هم حبايب وأصحاب وأخوات. ده مصطفى شوبير، ده كهربا. طب قولوا لي بقى، ده السلية بيتهيألي لو أنا نظري جايب صح، ده ديانج، ده مش عارف مين. الوحش اهو، يعني ده الشناوي، مروان، محسن، ده وحيد، يعني الحقيقه التزام كبير. ده بيكهام هو شخصيا معبر عن نفسه عشان ما نتعبش. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي في
في ده محمد الضماطي اهو. محمد الضماطي زي ما قلت لكم كادر كبير جدا جدا جدا، وان شاء الله باذن الله اتمنى له كل التوفيق. سيد عبد الحفيظ واحد من افضل الناس اللي مسكوا المكان ده، موسيماني يعني انا دايما شهادتي فيه مجروحه لان انا دي وجهه نظري. طيب ناخد جمازه المدير الفني للفريق التنزاني نشوف هيقول ايه ونرجع لكم تاني. ان شاء الله باذن الله يستمتعوا ويكسبوا وتبقى ان شاء الله باذن الله مباراه رائعه. خليكم فاكرين لجمهور الاهلي كله ان انا كنت صاحب الرهان، انا اللي قلت ان موسيماني قعد مع مروان محسن وراهن وتحدى وقال له هترجع هترجع وعنده تحدي كبير جدا معاه، خليكم فاكرين عشان مروان اما يرجع يتالق بشكل كبير اقول لكم ان موسيماني عمل كذا واجيب لكم الفيديو ده واقول ان انا طلعت اتكلمت وقلت الكلام ده كله. كل التوفيق ان شاء الله باذن الله للنادي الاهلي. موسيماني الان فقط من الرطوبه، ولكن ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يعمل نتيجه جيده. نروح للزمالك. قبل ما اروح للزمالك عندي كلمتين مهمين جدا جدا. بيكهام كاتب ايه؟ العشرة ممكن. ماشي ماشي، على العموم يعني احنا ناخد من كده ان هو كتب احمد رمضان بيكهام فعرفنا ده مين عشان الكمامه، فالراجل سهل علينا. كل الطموح موجوده، العشرة ممكن، الزمالك عنده طموح في افريقيا السنه دي، الاهلي والزمالك مستعدين بشكل جيد جدا جدا، وممكن السته زمالك وممكن العشرة الاهلي. ولكن عايز اقول لكم حاجه، الفضل اللي احنا فيه دلوقتي للاهلي والزمالك ومستوى الكوره المصريه ومستوى كوره اليد ومستوى الرياضه المصريه اللي احنا وصلنا له، الفضل ارجع لي معلش يا بهنساوي بقى في يعني في التصريح ده، الفضل لان بعض الناس تقول لك يعني كل الشكر للاداره هنا والاداره هنا، كل الشكر لكل ادارات الانديه وكلهم ناس افاضل وناس محترفين جدا جدا جدا، ولكن الفضل في المستوى اللي احنا وصلنا له عشان بس ما ننساش هو قرار الدولة المصرية بعودة النشاط. دول كتيرة جدا في التوقيت ده قفلت، ودايما كان واحد بيفهم في الكورة او في الرياضة يقول اللعبة اللي تبطلها شهر ترجع للملعب في شهرين، تبطل شهرين ترجع في ست شهور، نبطل سنة نرجع في سنتين ثلاثة، ده امور فنية. قرار عودة النشاط الرياضي هو صاحب الفضل في انجاز الاهلي ووصول الزمالك للمباراه النهائيه في البطوله الافريقيه ووصول بيراميدز في نهائي الكونفدراليه وحصول النادي الاهلي على كاس العالم للانديه، صاحب الفضل هو الدوله المصريه ممثله في مؤسساتها العظيمه السيد رئيس الجمهوريه، السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضه. اما وقفنا هنا واخذ القرار الدوله المصريه ان النشاط هيرجع، الرياضه هترجع، مصر مش هتقفل، ناس كانت متفقه وناس كانت معترضه، كل الاحترام لكل الناس لان كل الناس في النهايه قالت طالما الدولة المصرية أخذت قرار خلاص تعليمات خلاص إحنا ماشيين في هذا الخط. الكرة والرياضة راحوا في حتة تانية، شفنا في كأس العالم لكرة اليد شفنا المنتخب عامل إزاي، شفنا الفرق وشفنا العالم بيتأثر فنيا وشفنا فرقنا عاملة إزاي. ده بس إحقاقا للحق، لأن إحنا الحقيقة بنختلف في حاجات كتير ولكن في مواقف لازم إن إحنا ما ننساهاش. أروح لأخبار نادي الزمالك. قبل ما اروح لاخبار نادي الزمالك في رساله عايز اقولها مهمه جدا لجمهور نادي الزمالك الكبير العظيم. نادي الزمالك مؤسسه كبيره واسم كبير وعنده جماهيريه عظيمه بالملايين. الخطوه الاخيره بتاعت فرجاني ساسي ومبادره نادي الزمالك بتاعت التيشيرتات، بيع تيشيرت او هنفتح المجال او الفكره لسه هتتبلور ازاي. بعض الناس قبلينها، بعض الناس رافضينها. أنا هنا لا متفق ولا مختلف، أنا هنا شايف إن مجلس إدارة نادي الزمالك ممكن يكون بيفكر بره الصندوق وقال فكرة، الفكرة دي عجباني هأيدها وحاول إن أنا أنجحها، هأيدها وحاول إن أنا أنجحها، الفكرة دي مش عجباني، الفكرة دي مش عجباني، لازم أجد فكرة بديلة. يعني إيه؟ أحياناً النادي الأهلي إدارة نادي الأهلي هقول لكم دي لان دي نقطة مهمة جدا، تختار مدير فني زي مثلا فايلر، زي موسيماني، فيجي الجمهور السي في بتاعه ضعيف ما ينفعش القرار ده، خلاص مجلس إدارة الأهلي أخذ القرار، تلاقي الجمهور كله ورا فرقته ورا قرار مجلس إدارته، زي ما يكون عايز كده يقول إيه؟ أنا مساند حتى النجاح، حتى لو اختلفنا. يعني حتى لو اختلفنا أنا مساند، خلاص عدت المركب، أنت أخذت القرار، طالما أخذت القرار ما ينفعش إن هو ما ينجحش. احنا وراه وهنساعد وهنسنده. لازم هنا جمهور نادي الزمالك يعمل حاجه من الاثنين، ساند الفكره ونجحها بغض النظر عن انت موافق عليها او رافض عليها. طب انا رافضها، افكر في بديل،
يعني اجي اقول ايه يا جماعه بعد اذنكم اداره الزمالك، انا واحد من مشجعي نادي الزمالك او محبي نادي الزمالك، بلاش الفكره دي، نقدر نعمل الفكره دي او نقدر نعمل فكرتين مع بعض عشان تدوا لنا مجال تاني نبقى موجودين فيه، فما فيش واحده بس تقع يبقى في واحده عندها قبول والثانيه عندها نجاح كبير، ولكن الاعتراض فقط لا غير او فشل او فشل اي فكره او اي مبادره بتقوم بيها اداره نادي الزمالك دي، ده من وجهه نظري شيء غير صحي. فدي رساله مني لجمهور نادي الزمالك الكبير، النهارده انت لازم تكون مساند في التوقيت ده. مساند ازاي؟ انا مش بقول لك اعمل دي، انا مش بقول لك اشتري التيشيرت او ما تشتريهاش، لا انا بقول لك اعمل اللي انت مقتنع بيه. افرض انا رافضه، اروح بره الصندوق واشوف فكره ثانيه واقول بعد اذنكم اعملوا الفكره دي مكان دي، بعد اذنكم قررتوا تعملوا دي طب اعملوا دي كمان معاها عشان دي تنجح ودي تنجح جنبها، او دي تنجح ودي تنجح جدا، عشان دي لو ما ساعدتش النادي دي اللي تساعده. ولكن لازم النهارده جمهور نادي الزمالك يكون ليه دور، دي مباراه كبيره ثانيه بره الملعب. في اوقات الاعتراض مش هيكون هو النتيجه، مش هيكون هو النجاح، ساند دلوقتي ده دورك، وبعد كده اطلب اللي انت عايزه. دي رساله مني او وجهه نظري لجمهور نادي الزمالك. نشوف اخبار نادي الزمالك ايه. طبعا موقف رؤى وجواز السفر ونادي الزمالك فاتح تحقيقات يعرف ايه السبب. الراجل جه مسافر وقبل السفر بساعات طلع الباسبور او جواز سفره في مشكله. فدي طبعا شيء يعني لازم يكون فيه نظره منها على الجزء الاداري. كمان الزمالك بيستعد بشكل كبير جدا للمباراه القادمه. باتشيكو حاطط في طموحاته البطوله الافريقيه وعنده حلم كبير على فكره. باتشيكو يعني احنا اتكلمنا مع بعض الفترة اللي فاتت وجينا في مرة كده كنت انا قلت تصريح والحقيقة هو كان وضحولي بشكل كبير برضو من الشجاعة ان انا اقوله. طيب نروح لسيادة السفيرة نوى خضر سفيرة مصر في السنغال ونطمن على اخبار او ترتيبات نادي الزمالك. سيادة السفيرة مساء الخير يا فندم. مساء النور يا كابتن زاهر، ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. نطمن من حضرتك على استقبال نادي الزمالك والترتيبات هناك ما قبل اللقاء. هو يعني الحمد لله كله تمام، هو النادي هيوصل الفريق هيوصل بالليل النهارده. امبارح وصل الفريق يعني هو المقدمه الدكتور محمد اسامه طبيب الفريق والاوتوبيسات. الو طبيب الفريق يا فندم الدكتور محمد اسامه اللي وصل امبارح. كابتن حماده الداني ودكتور محمد اسامه هم اللي وصلوا امبارح. تمام. والنهارده بالليل هيوصل ان شاء الله الفريق كامل بالسلامه. والمفروض ان كل الاستعدادات جاهزه يعني على الوصول، وان شاء الله يعني نبارك لهم بالتوفيق يعني. يا رب. ما فندم ما يخص البلد هناك، وهل في جمهور ولا لا، والاهتمام باللقاء وظروف كورونا هناك في السنغال؟ يعني ظروف كورونا زي كل العالم بنمر بالموجه الثانيه، فيعني في عندنا احتياطات جامده وفي اجراءات في البلد، وعندنا حظر تجول من الساعه 9 بالليل ل 6 الصبح كل يوم واتمد لغايه 20 مارس. فيعني كل الاجراءات متاخده. الفريق زي ما يعني عارفين هو قاعد في فندق بره دكار، فالى حد ما هو في عزله وده حاجه كويسه يعني احساس بالامان ان هو ما فيش اختلاط جامد. والفريق طبعا هو حضرتك عارف هو نفس الفندق ونفس الملعب اللي لعبوا فيه السنه اللي فاتت، فيعني ما فيش حاجه غريبه بالنسبه لهم، هم عارفين الارض وعارفين الفندق، فان شاء الله يعني تبقى سهله بالنسبه لهم. الجو يا فندم مفاجآت يعني ان شاء الله. ما يخص الجو دلوقتي؟ لا الجو حلو، الجو في درجات الحراره من في حدود يعني من 20 ل 24 في الرينج ده. فالجو لطيف يعني ما فيش رطوبه وكويس والشمس حلوه والحمد لله يعني. بنشكر حضرتك يا فندم على الاهتمام واسفين على الازعاج، وان شاء الله باذن الله تبقى نتيجه طيبه، وبنشكر حضرتك على الاستقبال والمجهود الكبير.
نعمل فيه خالص يا فندم، وان شاء الله بالتوفيق. يا رب يا فندم. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. السيادة سفيرة نهى خضر يعني مجهود كبير جدا مع نادي الزمالك، ونتمنى ان شاء الله باذن الله للزمالك كل التوفيق في القادم. طيب نروح لموقف هو موقف مش جديد عليه، هو دايما الحقيقه حبه مش من فراغ، هو شيكابالا معشوق الجماهير داخل نادي الزمالك. شيكابالا عقده وطلب ان هو ياخد 50% من مقدم العقد. شيكابالا اجل دلوقتي فلوسه نظرا للظروف الماديه اللي بيمر بيها نادي الزمالك. ده الموقف الحقيقه اللي عمله واحد تاني قبل كده، وهو جنش، واحد من نجوم نادي الزمالك. عشان كده دايما اقول لكم الحب مش من فراغ. الناس لما بتنادي على شيكابالا في المدرجات وجمهور نادي الزمالك بيحب شيكابالا، ده مش من فراغ، ده لعطائه مشوار كبير جدا جدا. عايز اقول لكم انا ما فيش مسؤول قعدت معاه غير ما الجميع بيتفق على حاجه واحده بس، شيكابالا في مشواره كله في عالم كرة القدم ممكن يكون ما عملش فلوس كتير. واحد يسمعني دلوقتي يقول لي انت بتقول ايه، اقول له والله هو ده التفاصيل اللي كل الناس عارفاها. شيكابالا كان عنده غرامات كبيرة ودايما في عقوده في ازمات مادية، ودايما بيختار نادي الزمالك ولا يجيد التحويش بمنتهى الصراحة. ولكن حتى الراجل في الفينشنج بتاعه، حتى لو هو بقيله سنة اتنين تلاتة في نادي الزمالك، يخش الأوضة ياخد الورقة يمضي على بياض. شيكابالا ده بقى اللي بيمضي على بياض بجد، يعني مش يمضي على بياض مثلا ايه انا هاخد 8 ولا 10 طيب انا همضي بس يبقى 10 يبقى متفقين، لا هو بيمضي بجد. وبعد كده قدروني زي ما انتوا عايزين. هو قدر جمهور نادي الزمالك وحبه، فبالتالي جمهور نادي الزمالك قدره وحبه، وجمهور نادي الزمالك عمره ما هينسى شيكابالا، هيفضل شيكابالا في المدرجات زي ما فاروق جعفر، حسن شحاته، حازم امام، ايمن يونس، اشرف قاسم، رموز كتيره جدا جدا. قلت لكم تاني، الرموز والحب مش بالترقيص ولا بالخناق ولا بالقفش ولا باي حاجه خالص، هو بعطائي للنادي اللي انا بلعب فيه، للتضحيه. اصلا انت اما بتضحي بتاخد المقابل، ممكن تاخد المقابل ده احيانا جزء من المال وده حق طبيعي، واحيانا حب، واحيانا يترجم حتى بعد انتهاء اللعب او فتره اللعب تظل الجماهيريه الكبيره دي عامله لك دخل كبير وبتعوض في امور اخرى. يظل شيكابالا هو شيكابالا، وحقيقي يستحق شيكابالا ان هو يكون واحد من المفضلين ومن المحبوبين، واحد من عشاق جماهير نادي الزمالك لمواقفه اللي احنا دايما بنقولها ودايما بنتكلم فيها. الونش بيغيب عن اللقاء القادم لاصابه في الركبه، وكمان عايز اقول لكم نقطة مهمة جدا، في لاعب مهم في نادي الزمالك يقترب من التجديد. لاعب مهم في نادي الزمالك، ضغط او نداءات جماهير نادي الزمالك عليه عبر السوشيال ميديا، يقترب الان من التجديد. هو لسه باقي له سنة. واحد هيقول لي ما تقول يا كابتن اسمه، يعني هي مش فزورة؟ اقول له لا هي مش فزورة، بس انا مش هقول اسمه غير ما اتاكد بنسبه 60 او 70% ان هو خلاص هيجدد. ولكن اللاعب ده ابتدى من ضغط الجمهور او من حب جمهور نادي الزمالك عليه او من جمهور الزمالك بينادي عليه بشكل كبير جدا، ابتدى يقترب من التجديد، ودي بشرى ساره لجماهير نادي الزمالك. كل التوفيق ان شاء الله باذن الله لجمهور نادي الزمالك، كل التوفيق لاداره نادي الزمالك الحاليه واللاعبين. امبارح اتكلمت على الاتحاد السكندري، وامبارح تواصل معايا عدد كبير جدا من جمهور نادي الاتحاد السكندري. اكتر ما اسعدني ان انا اتكلمت امبارح على محمد مصلحي وادارته للاتحاد السكندري وعلاقته بالجماهير، وده الناس ان هم بياكدوه، ده الجمهور الاتحاد السكندري كله اكده امبارح، ان محمد مصلحي هو دايما الورقه الكسبانه للجمهور هناك، هو معشوق الجماهير. التوأم حسام وابراهيم دول حاله خاصه، في اي حته يروحوها حاله خاصه. حسام حسن انا بالنسبه لي مدير فني، مدير فني من حته مختلفه بفكر مختلف. واحد يقول لي هو انت يعني هو انت بينك وبين حسام وابراهيم دول
حاجه مثلا كل ما تطلع تتكلم على حسام ابراهيم بالشكل ده؟ انا دايما بقول جمله مهمه جدا عشان الناس ما تزعلش، شهادتي دايما في حسام ابراهيم هي شهاده مجروحه، لان انا بشوف عطائهم كبير جدا. واحد يقول لي طب انت ما شفتش الموقف اللي كان فيه مشكله ده؟ طب انت ما شفتش السلبيات؟ انا شفت كل حاجه، ولكن الانتماء والعطاء وادائهم ورغبتهم الكبيره في الفوز ورصدهم الكبير جدا من البطولات دايما تخليك تقعد تتفرج عليهم كده على انهم اسطوره، على انهم فيلم كبير جدا جدا. حسام ابراهيم حاله كبيره، يتواجدوا في اي مكان يصنعوا الفارق بشكل كبير جدا. حسام ابراهيم جماهيريه كبيره جدا في كل حته وخصوصا في الاتحاد السكندري. عشان كده انا توقعاتي ورهاني ان الاتحاد السكندري هيكون ليه شأن مختلف السنه دي. الاتحاد في حته على فكره مش وحشه، ولكن عنده مباريات مؤجله مع حسام ابراهيم مع الاستاذ محمد مصلحي الامور هتختلف كثيرا داخل الاتحاد السكندري. نروح نشوف كده حوار خاص مع الاستاذ محمد مصلحي ونرجع لكم تاني. اتحاد ريكاب السيف من داخل نادي الاتحاد السكندري الجديد، الفرع الجديد. النهارده افتتاحات، النهارده اجتماعات مع اللاعبين من قبل الاستاذ محمد مصلحي رئيس مجلس اداره نادي الاتحاد. خلينا نقرب اكتر الاول عن الافتتاحات والانجازات اللي حصلت داخل الفرع الجديد. استاذ محمد تحياتي ليك في البدايه. كلمنا عن الافتتاحات، يعني انا شايف حاجه ما شفتهاش في النادي قبل كده، شايف حاجه ما شفتهاش في الشطبي، يعني الحقيقه شفتها في فرع جديد. الحمد لله. اولا تحياتي للكابتن سيف، وحشني، وكان وعدنا جاي اسكندريه، اتمنى يجي قريب اسكندريه ينورنا. الحمد لله، يعني الواحد بيحاول ان هو يعمل حاجه للنادي، يعني كل فتره بنعمل بعض المشاريع. النهارده ان شاء الله بقى لنا حوالي اكتر من 5 أو 6 شهور بنحضر لقاعة مؤتمرات ومحاضرات للاعبين وصالونات يعني للضيوف واجتماعات مجلس الاداره والاعضاء النادي، وقاعة كبيرة برضو لاعضاء النادي هتتفتح برضو، ان احنا اللي هي كانت قبل كده بيتم فيها اجتماع مجلس الادارة واللاعبين، ده هنفتحها للرواد واعضاء النادي. اجتماع النهارده موضوع الافتتاح زاد، كان في اتفاق بيني وبين الكابتن ابراهيم حسن والكابتن حسام حسن ان احنا نعمل اجتماع مع اللعيبة، وهناخد الموضوع ده يعني باكج، الثلاث مباريات الجايين دول باكج. الرسالة توصل للعيبة 9 نقاط على 15 24 نقطة تفرق معاك السماء والارض يعني. فاللعيبه على قد المسؤوليه، اتمنى ان شاء الله ان الرساله توصل لهم. واحنا الحمد لله فضل عند ربنا ان احنا عندنا لعيبه على مستوى طيب جدا، ولعيبه على مستوى عالي جدا، ولما يحب يعملوا حاجه يعملوها. حتى المباراه الاخيره بتاعت نادي السيراميكا بتلعب نادي كبير، تدعيماتهم من اقوى الانديه اللي في مستوى مصر اللي عملت تدعيمات، ولكن يعني صادفنا سوء بخت غير عادي، ولكن اتمنى ان شاء الله اللي جاي يكون احسن للفرقه. وانا بطلب يعني اتمنى اللي بطلب كده دعم الجماهير، مطالب ان هم يكونوا موجودين مع الفرقه. رسالتي لجماهير نادي الاتحاد، انا بحبكم وبعشقكم، اقفوا جنب ناديكم، ما تقفوش جنب اشخاص، يعني الموضوع مش شاغل بالي، ولكن انتم اشخاص مش هي دي زايله، النادي هو اللي مستمر، فانتوا شجعوا ناديكم. هي بلدنا كده، يعني انا بيصعب عليا ان دي بلد، فانا بحب البلد دي وهفضل اشجع البلد دي واعشق البلد دي، فاقفوا جنب بلدكم. انت لما تجيب لعيبه جديده يبقى عندك المعروض كتير، فالمعروض ما كانش فيه معروض، فانت عندك لعيبه كواليتي، لعيبه على مستوى عالي جدا، مش محتاج انت عندك في كل مركز 1 و2 و3، ولكن الاضافات مطلوبه لو انت محتاجها. فالاتفاق كان بينه وبين حسام كان واضح، محتاج؟ لا مش محتاج. هو كان في عنصر ممكن يكون اجنبي كنا بنحاول احنا نجيبه، ولكن ما حصلش نصيب. ولكن في الاخر لا، انا شايف الفرقه يعني كلها مكتمله الصفوف، فرقه كلها محترمه جدا، محتاجين ان احنا بس ندعمها. احنا تعاقدنا مع الكابتن حسام وكابتن ابراهيم نهايه الموسم، الموسم ده ينتهي ان شاء الله في سبتمبر او اكتوبر، فالجهاز مستمر طبعا، ويا ريت يستمر سنه كمان او سنتين. وعلى فكره يعني خلينا شويه عقلانيين، يعني حسام كان مطلب شعبي جوه اسكندريه. أنا كنت شايف الاتحاد فين قبل بداية الموسم، علشان كنت شايف قدامي بعض الفرق اللي هي مدعمة بشكل طيب جدا، يعني بقوة يعني. فأنا كنت شايف نادي الاتحاد في أول 6 مراكز، وما زلت ده اللي أنا أتمناه، ينتهي بيه الدوري في أول 6 مراكز، تطلع بقى التالت، تطلع الخامس، تطلع السادس، ولكن هو ده اللي أنا شايف نادي الاتحاد وده أتمناه.
شكرا زميلنا صلاح عودة على التقرير الرائع ده، وانا كمان شايف الاتحاد هيبقى في مكان اخر مع التوأم حسام ابراهيم. ان شاء الله باذن الله هيبقى الاتحاد مختلف، وجود الاستاذ محمد مصلحي وصفقات نادي الاتحاد. الاتحاد يمتلك، يقدر، وفعلا جمهوره جمهور كبير وعظيم، وان شاء الله باذن الله يكون مساند الفتره القادمه. مصر المقصه يفوز النهارده على وادي دجله 3-1 ويروح للمركز الثاني في جدول الدوري الممتاز. مكانة كبيرة الحقيقة فيها مصر، واضح ان هو ناوي عليها. كمان صلاح امين حط هدف لوادي دجلة رائع. طيب نائب وليد هويدي المشرف على الكرة بنادي مصر المقصة، كابتن وليد مساء الخير. وليد بمساء الخير. طيب هنجيب تاني وليد هويدي نكلمه عن مصر المقصة ونكلمه على الفترة اللي جاية. لحد ما يرجع تاني معانا وليد هويدي عايز اتكلم واروح اتكلم على النادي الاسماعيلي. والنادي الاسماعيلي امبارح الجمهور الاسماعيلي امبارح تفاعل معايا بشكل كبير جدا على صفحاته وعلى السوشيال ميديا. وبعتوا لي امبارح فيديوهات كتيرة جدا امبارح مساندة للنادي الاسماعيلي، هو ده اللي انا عايزه. انا مش عايز اي حاجة، انا عايز ان انت تبقى في ظهر فرقتك لحد ما يرجع الاسماعيلي تاني لمكانه الطبيعي. الاسماعيلي هيرجع لمكانه الطبيعي ازاي؟ بجمهوره ومساند الجمهور. طيب نروح للنائب وليد هويدي. استاذ نائب مساء الخير. مساء الخير، تحياتي لحضرتك كابتن شيف وللساده المشاهدين. الف مبروك النهارده واداء رائع. الله يبارك في حضرتك. الحمد لله، توفيق ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين، ربنا كرر جهودنا الحمد لله. الامور استقرت ماديا خلاص مصر المقص. الحمد لله، يعني الامور يعني الى حد ما كويسه والحمد لله رب العالمين. يمكن احنا اللي احنا محققينه ده كابتن شيف اكتر ما كنا متوقعين، يعني انت عارف يمكن حضرتك يمكن كنت يعني متابعنا ومتابع ازماتنا في من شهر 5 اللي فات، ففي ظل الظروف اللي احنا عاملينها وان احنا نتبع 14 فرقه، يعني واحد لما يكون بحجم محمد ابراهيم بحجم ميدو جابر لما يمشوا اكيد برضه ياثروا تاثير كبير يعني. صح، لكن الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا وان انت بتعمل فرقه جديده وتوصل ان انت عندك 23 بونت من 14 مباراه محقق فيهم، يعني على حتى فوز 7-2 تعادل 5 هزيمه، فده في حد ذاته الحمد لله يعني اكتر ما كنا متوقعين. يعني الواحد يعني الحمد لله طبعا الواحد بيشكر الكابتن ايهاب جلال واللعيبه على باسم مرسي بيأدي الحقيقه بشكل رائع جدا. الحمد لله، ويمكن ده اللي كنا متوقعينه لباسم انه ان شاء الله، لان باسم اولا عنده طموح كبير وعنده اراده، ويمكن يمكن الفتره اللي الواحد عاش فيها مع باسم مرسي في الفتره لاعب ملتزم جدا، عنده هدف عايز يحققه وعنده تصميم وقوة إرادة، وده واضح حتى في الملعب، يعني هو ما بيكلش ولا جهد خالص في والحمد لله يمكن من أحسن مباراة اللي وصل لها باسم في النهارده، ويمكن الجون الثالث اللي هو بصراحة عملها كويسة جدا من فؤاد المنصف، وقبلها الجون الثاني حضرتك برضه هو مشارك فيه برضه. أنا كل خوفي إن هو لو طالك ماتشين ثلاثة كده تبتدي تفتح عليه المفاوضات. طيب ما احنا بنجيب علشان كده. انا عارف. انا حافظك والله، انا حافظك وعارف والله ان هو ماتشين ثلاثة تانيين ويبتدي الكلام على بس. هو ما احد اهدافنا يا كابتن، احنا هدفنا صح. واضح من زمان، احنا هدفنا استثماري صح، وان احنا نبقى ان شاء الله كل انك بتعمل التوازن ده ان انت تبقى بتبيع هو ده النجاح وان انت تحافظ على نفسك في شكل كويس في الدوري او في المربع الذهبي، فده في حد ذاته الهدف الاساسي بتاعنا، بتحس فيه فعلا بان انت حققت هدفك والنجاح اللي انت بتنجحه. ده توقعاتك كده ورؤيتك بخبره السنين، لو بس مكمل في التالق ده اخر السنه تطلبه فيه كام؟ ان شاء الله باذن الله باسم. ايوه تبع بيها حلوه يعني. ايوه كام بقى؟ كام انا معاك اهو، كام بقى؟ ها ها فوقته بقى يمكن ربنا يكرمنا يعني حوالي يعني فكرك كده يمكن ربنا يكرمنا في بيراميدز ولا ايوه يعني ربنا لو كرمك في بيراميدز تطلب فيه كام؟ ولا الخليج احسن برضه. قول لي اي رقم بقى.
ربنا يعوض فترتنا اللي فاتت دي ان شاء الله بس مرسي باذن الله. ايوه يعني كم برضه؟ لا دي بقى مش بتاعتي، في طبعا متخصصين بقى في الحاجات دي هم ان شاء الله. انت مش عايز تقفل الصفقه يا ربنا يكرمنا يا رب. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمكم فيه ان شاء الله، واتمنى لك كل التوفيق يا وليد ان شاء الله باذن الله. الله يخلي حضرتك يا فندم. بشكرك شكرا جزيلا. النائب وليد هويدي المشرف على الكره بنادي مصر المقاصه. دايما زي ما بنتكلم على مصر المقاصه ونجاحاته بنتكلم كمان على كيانات ناجحه كبيره جدا، واحده منهم اللي بغض النظر عن مكانها في جدول الدوري الممتاز ولكن على ثقه ان هي الفتره اللي فاتت هتكون في مكان مختلف، هي المقاولين العرب اللي دايما بتكلم عنه وبتكلم عن ادارته، تتميز بالهدوء وتجديد الثقه في الكابتن عماد النحاس، بيراهنوا رهان كبير وعمرهم الحقيقه ما خسروا رهان في رؤيه مستقبليه. المهندس محمد عادل المشرف على الكره بنادي المقاولين العرب وعضو مجلس اداره نادي المقاولين، مساء الخير يا فندم. اهلا مساء الخير. اهلا اهلا، ازيك يا كابتن سيد؟ ازيك يا فندم، وحشني، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الله يخليك انت يا حبيبي. الله الحمد لله الحمد لله. ما اقدرش اقول تجديد الثقه لان ده طبيعكم ودي العاده بتاعتكم، وعندكم صبر كبير وعندكم ثقه كبيره جدا في كابتن عماد النحاس. شايف حضرتك ازاي اللي جاي؟ ان شاء الله اللي جاي انا شايفه ان هو خير باذن الله. طبعا الظروف كانت صعبه الفترة اللي فاتت مع الكابتن عماد ومع اللعيبة، فريق اللعيبة دي هي اللي عملت الطايم السنة الرابعة السنة اللي فاتت، السنة اللي قبلها المركز الخامس، لعيبة مع الكابتن عماد في سوء حظ شوية مصاب في الفرقة، وده وارد في الكورة. مفيش عناصر أو مفيش أي دواعي تخلينا نفكر في التغيير حاليا، لكن احنا ثقتنا مستمرة وموجودة وإن شاء الله ربنا هيعدي الأزمة دي على خير بإذن الله. دايما ربنا يعني بيكون قريب منك في مواقف كتير، ودايما توقعات حضرتك في النهاية بنشوفها في نهاية الموسم. تتوقع إن المقاولين العرب بيفنش فين؟ إن شاء الله مش متأخر قوي زي ما الناس متصورة، لو بس شوية توفيق بسيط عند ربنا إن شاء الله برضه يمكن يبقى من الخامس للسابع ان شاء الله. من الخامس للسابع باذن الله. قرار حضراتكم النهائي ان بغض النظر عن النتيجه ان الكابتن عماد النحاس مستمر لنهايه الموسم؟ بالظبط كده بالظبط كده. شايف ازاي حضرتك الدوري السنه دي؟ يعني المنافسه اكثر من شرسه بكتير. بص لازم نبقى معترفين ان الثلاث فرق اللي طلعوا من السنه دي ثلاث فرق عندها امكانيات، ولان ثلاث فرق شركات الامكانيات الماديه موجوده، واضح انهم مش عايزين يطلعوا ضيوف شرف وينزلوا، فدعموا فرقهم كويس جدا. النهارده اصبح الدوري قوي جدا جدا، ما تقدرش تتنبأ باي شيء، ثلاثه بونت او بونت واحد يفرق المركزين والثلاثه دوري، وده كله اعتقد ان بدات تظهر لعيبه كتير لصالح المنتخب المصري، لان مفيش شك كل ما القاعده تبقى قويه الكلام ده كله بينعكس على جوده اداء اللاعبين. ان شاء الله باذن الله. فانا نتمنى لحضرتك كل التوفيق، وكل التوفيق للمقاولين العرب في القادم. اشكرك ونتمنى لك انت دايما التوفيق والتقدم. بشكرك يا فندم وبتشرف دايما بوجود حضرتك معايا. المهندس محمد عادل واحد من الناس الحقيقه اللي بحب اسمعها جدا في الوسط الرياضي، عنده رؤيه كبيره جدا، واتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق. جمهور الاسماعيلي زي ما قلت لكم تفاعل معانا امبارح بشكل كبير، مش هنسيب فريق غير ما نكون في ظهره، مش هنسيب فريق غير اما نشوف كل ايجابياته عشان يعود لمكانه، يطلع الاسماعيلي، يطلع الاتحاد، يطلع المصري، يطلع اي مصر المقاصه، يطلع اي فريق جديد، يطلع فريق مؤسسات، كل فريق عنده مشكله هنفضل ورا الايجابيات حتى ان شاء الله باذن الله يعود لمستواه. كابتن علي ابو جريشه النهارده كان معانا لقاء خاص معاه جدا، نشوف كابتن علي هيقول ايه ثم فاصل، وبعد الفاصل كابتن احمد سمير واحد من نجوم طلاع الجيش واحد من نجوم نادي الزمالك السابقين بعد الفاصل. هي
تحياتي لحضرتك يا كابتن. يمكن مشهد مشرف داخل نادي الاسماعيلي، الكل يتكاتف من اجل دعم النادي الاسماعيلي خلال المرحله المقبله، خاصه بعد كمان العروض او العرض المتميز امام نادي الزمالك في المباراه الاخيره. يمكن النهارده شفنا كمان الكل كمان تكاتف، والنهارده كان في تواجد لبعض الجماهير من اجل دعم النادي الاسماعيلي، وتمت التنسيقات كلها واللجنه الفنيه نادي الاسماعيلي برئاسه كابتن علي ابو جريشه والمهندس احمد عثمان، وشفنا مظهر مشرف وحضاري جدا يا كابتن. يمكن معانا في هذا اللقاء الكابتن علي ابو جريشه رئيس اللجنه الفنيه، اللي كمان جماهير نادي الاسماعيلي استقبلته بشكل كبير للغايه طبعا، والتاريخ الكبير الكابتن علي ابو جريشه، وطبعا متواجد كرئيس للجنه الفنيه، وحاله كده من الارتياحيه عند جماهير نادي الاسماعيلي واللجنه الفنيه بعد العرض الاخير كمان امام الزمالك، واستعداد بقى استعدادات الاخيره لمباراه انبي. كابتن علي، يعني في البدايه هبدا مع حضرتك من مشهد استقبال الجماهير وحضرتك داخل في تراك استاد الاسماعيليه، واستقبال الجماهير لحضرتك طبعا وللجنه الفنيه، والاجواء يا كابتن علي اللي بتعيشها الاسماعيليه خلال الايام الماضيه من دعم وتكاتف الجميع خلف النادي الاسماعيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو الناس حاسه بالموقف وحاسه بالقلق شويه، وبسطوا قوي لما شافوا الماتش اللي فات بتاع الزمالك. لعيبه يعني اثبتت انها عندها قدرات وعندها امكانيات، اللعيبه موجوده والقدرات موجوده، والحماس لما يبقى موجود والجهد العالي لما يبقى موجود، الاسماعيلي بيبقى ليه مكان تاني، بيتحط في مكان تاني. فارجو ان اللعيبه طبعا مقدره الكلام ده، وانا بقى مبسوط ان النهارده الناس جايه بتشجعهم، ودي بتدي دفعه كويسه للعيبه. لازم يعرفوا ان وراهم جمهور كبير، مش بس في الاسماعيليه، ده في مصر كلها. اصل الاسماعيلي من غير جمهور بيقل كتير. الجمهور الاسماعيلي نادي شعبي زي حاله زي حال المصري والاتحاد والانديه الشعبيه. الجمهور بيحركها، الجمهور يعني بيحرك مشاعر وبيخلي اللعيب يبذل اقصى طاقه وبيتحمل اي مشاكل وتعب في الملعب عشان خاطر الجمهور. فاحنا طبعا بنشكرهم ان هم النهارده بيدوا دفعه للعيبه، وان شاء الله ده هيبقى مردودها باذن الله. ربنا يسهل كويس يوم المباراه باذن الله، اللعيبه تستجيب، لان لازم تعرف اللعيبه دي كمان ان وراها جمهور كبير ان شاء الله. لا متفائل طبعا بطبعي، لانه يعني الاسماعيلي يملك لعيبه كويسه، عندنا لعيبه كويسه، عندنا لعيبه عندها قدرات كويسه. الظروف عكست، كتر مباريات عكست، اصابات كتيره دي عكست شويه، لكن الاسماعيلي يملك لعيبه كويسه جدا وعلى مستوى كويس جدا، وان شاء الله لما الدنيا تتظبط هيبقى كمان مردوده وهيبقى يأدي بشكل افضل كمان. احمد سمير الحقيقه واحد من نجوم الدوري الممتاز السنه دي مع طلاء الجيش، ومؤدي بشكل رائع جدا، مشرفني منورني. ربنا يخليك يا كابتن، ده الشرف طبعا، مبسوطين مع حضرتك النهارده. ده شرف ليا، يمكن كنت بتمناه من بدري، بس يا نهار ابيض احنا كنا نيجي البيت يا عم ونعمل لقاء هناك. ربنا يخليك، ده شرف ليا انا طبعا، مبسوط اني مع حضرتك ودايما متالق كده كده. ربنا يعزك، ده من ذوقك. ربنا يخليك. قول لي بقى المشوار من بدايته كده، عشان لفه طويله قوي. يعني انا بدات وانا عندي 6 سنين، لعبت في ناشئين الزمالك، لعبت 10 سنين، بعد كده مشيت من نادي الزمالك وانا عندي 16 سنة، رحت نادي الداخليه، لعبت في نادي الداخليه 2 سنين، سنه ناشئين وسنه الفريق اول. ايه اللي مشيك من الزمالك ناشئين تروح الداخليه ناشئين؟ ما هو علشان انا مشيت وانا صغير. يعني انا مشيت وانا في الزمالك كنت لسه صغير، كان عندي 16 سنة. ايه اللي مشاك؟ يعني هم خلاص ما يدوكش؟ ما عيدنيش، لا انا اصلا في خلال ال10 سنين كنت كل سنه بتقعد قائمه ثانيه. كل سنه كنت بتقعد قائمه ثانيه، فانا اللي كان بيخليني افضل في النادي لحد ما اتقيد في القائمه الثانيه ان انا يعني حب النادي الزمالك، وانا كنت عايز ابقى موجود، فما يعني ما كانش بيتفق معايا الموضوع ده، فكنت ببقى موجود على طول. لو جيت وانا عندي 16 سنه يعني في وقت من الاوقات يعني حسيت ان انا يعني عايز العب بقى وعايز العب ماتشات، لان كانت اوقات كتير قوي ما بلعبش ماتشات، كنت بتمرن بس. فقلت لا لازم اخد الخطوه ان انا امشي، انا حاسس ان انا يعني مستواي كويس، يمكن اخد الفرصه في اي مكان تاني الناس تشوف موهبتي او احس بالحاجه اللي انا بعملها يعني. بس فمشيت رحت الداخليه، كان ساعتها عندي كابتن خالد الزيني، ده كان مدرب في نادي الداخليه وهو متجوز اختي يعني. فهو خدني قال لي تعالى احنا عندنا ناشئين كويسين وهتلعب والناس هتقدرك والكلام ده.
فيعني انا كنت ساعتها ان انا امشي من نادي الزمالك بعد 10 سنين واروح نادي الداخليه، نادي لسه طالع من الدرجه الثانيه، فكان الموضوع اثر فيها شويه. بس انا يعني من الحمد لله رحت، كانت النقله بتاعتي يعني نادي الداخليه، كانت النقله بتاعتي ان انا ارجع تاني نادي الزمالك. لعبت بالظبط في نادي الداخليه سنه ناشئين، وبعد كده صعدت مع الفريق الاول مع كابتن علاء عبد العال. كابتن علاء اداني الثقه طبعا، ويعني وحس ان انا لعيب كويس، وقف جنبي وساعدني لحد بقى ما رجعت نادي الزمالك تاني. مين اللي مشاك من الزمالك؟ وانا صغير؟ اه يعني انت عندك 16 سنه. كان كابتن وحيد كامل كان مدير فني، وكان كابتن عصام عبده. وكان معاهم كابتن علاء عبد الغني. كان معاهم في الجهاز كابتن علاء عبد الغني. ويعني والتلاتة اجمعوا ان انت يعني ما تصلحش في المرحلة. لا كابتن علاء كان بيحبني جدا وكان مقتنع بموهبتي. بس انا كنت ساعتها يعني هم بيقولوا ان انا ايه اللي هو ضعيف، لسه جسمك ضعيف وانت جسمك على سنك ما ينفعش والكلام ده. مع ان في نفس السنه اللي انا مشيت فيها لما رحت نادي الداخليه كنت بلعب مع اربع فئات من اكبر من سني، يعني كنت بلعب مع فرقتي واللي اكبر مني واللي اكبر مني والفرقه، يعني كنت بتصعد مع كل فرق الناشئين. لكن هو الموضوع كان شويه اهتمام يعني في الاخر، في نهايتي في نادي الزمالك ما كانش فيه اهتمام شويه يعني وانا في الناشئين. بس فروحت الداخليه بقى ولعبت سنتين زي ما بقول لحضرتك. مشيت حسيت انك مظلوم وانت ماشي؟ وانا صغير؟ اه ما انا بقول لحضرتك قعدت 10 سنين. حلمت لثانيه انك ممكن ترجع تاني؟ اه ما هو كان هدف من اهدافي ان انا يعني وانا زعلان كنت قعدت فتره، يمكن اول مره اقولها على التلفزيون، لما كنت بعدي على النادي وانا معدي مثلا كده رايح في حته او كده، لما كنت بعدي على النادي كنت ساعات بعيط من الزعل، اللي انا كنت مرتبط بحاجه بقول لك بقالي 10 سنين مرتبط بالحاجه دي. تعدي قدام سور نادي الزمالك تعيط؟ اه ما انا بقالي 10 سنين جوه النادي من ساعه ما فتحت عيني على الكوره وانا في النادي، فالطبيعي ان انا كنت بزعل، كنت بحزن جدا. بس كان الحلم من جواك هرجع ازاي؟ ده مشوني وانا ناشئ. وهرجع ازاي ده صعب جدا كمان، لان انا رايح الداخليه كمان يا عالم. انا يعني يا عالم انا هلعب ولا لا، ولا الدنيا ايه الظروف. فالحمد لله كان يعني ربنا ما بيعملش حاجه وحشه، ده كان السبب طبعا الحمد لله. طبعا ان انا ارجع تاني ونادي الزمالك يكلمني تاني ويطلب لي تاني. ومن خلال فتره النادي الداخليه رحت فيها منتخب الشباب مع كابتن ربيع ياسين، وخدنا بطوله افريقيا في 2013 كانت في الجزائر، ولعبنا كاس عالم. يعني كانت الفتره دي من احسن الفترات اللي انا كان جيل كبير قوي. كنا جيل محترم، انت وكهربا وصالح وتريزيجيه ورامي واحمد رفعت. كان في تركيا. لا كنا جيل كويس جدا، وكنا مجموعه هايله، وكان كابتن ربيع يعني عامل معانا شغل جامد جدا. ورجعت الزمالك اخذك من الداخليه؟ الزمالك اخذني من الداخليه. حسيت بايه وانت راجع بقى؟ حسيت ان انا يعني اول مره اول يوم كده حسيت ان انا مشيت وانا عندي 16 سنه، قالوا لي ما تنفعش ناشئين، راجع النهارده بعد 4 سنين والنادي بيشتريني. حسيت ان انا يعني زي ما بيقولوا كده كرامتي بترجع لي، حسيت بقيمتي. عيطت برضو؟ عيطت. وانت داخل؟ عيطت، لان انت عارف يا كابتن لما تبقى في مكان وتقعد فيه تقضي فيه وقت طويل جدا، وتحس ان الناس ما قدرتش مثلا موهبتك او كده، وبعد كده بتعبك واجتهادك ومجهودك وان انت عايز تعمل حاجه، نفس الناس ونفس المكان يقدر ده ويرجع يشتريك تاني. قابلت بقى كابتن علاء، قابلت حد من الناس اللي كانوا موجودين؟ لا ما قابلتهمش. ما قابلتهمش؟ طبعا انت وانت داخل نفسك تخبط في اي واحد فيهم. كابتن انا جيت اهو. كابتن علاء جالنا في الفريق الاول. يعني كابتن وانت في الزمالك قال لك ايه؟ ما قال لي، كان كل ما يشوفني وانا اشوفه نضحك. قلت له يا كابتن بص انا، قال لي فضل بقى يقول لي، يعني كنا بنهزر يعني، يقول لي انا ماليش دعوه زمان، مش كنت انا المدير الفني؟ اقول له لا كابتن انا عارف وبتاع. هو لان فعلا بجد كان هو الوحيد اللي مقتنع يعني كان بيقول. مين اللي بلاك ان الزمالك عايزك؟ مين ايه؟ اللي بلاك ان الزمالك عايزك؟ تفاوضت مع مين؟ كنت ساعتها وانا في الداخليه كان كابتن احمد سليمان عضو مجلس اداره. كان هو اللي كابتن احمد اللي كلمك؟ كابتن احمد اللي كلمني. قال لك ايه اول مكالمه بقى؟ قال لي كلمته، قال لي انا كابتن احمد سليمان، ازيك يا كابتن، ازي حضرتك؟ قال لي هل توقعت اول ما قال لك انا كابتن احمد سليمان ان هو عايزك ليه؟ ما هو على طول، ما لان ساعتها كابتن كان الزمالك بيجيب صفقات جديده، كان ساعتها الزمالك جايب 18 صفقه. 19 صفقه. فانا اول ما اتصل بيا فالطبيعي، لان كمان اول مكالمه
كانت تجمعني بيه هي المكالمه دي. قلت له طبعا بتاعك يا كابتن من اي حاجه. قال لي انا عايز اقعد معاك. قلت له اجي لك دلوقتي اللي حضرتك تحبه. فاول ما كلمني طيب بص طياره يا كابتن هكون عندك. ما تاخرتش يعني. ورحت قعدت معاه. رحت قعدت معاه تاني يوم على طول. الحديث بقى قال لي انا عارفين ان انت لعيب كويس واحنا بنعمل فرقه كويسه والمصري المعتاد منصور عارفك وانا مقتنع بيك وكلنا مقتنعين بقدراتك. وهو كان عارف ان انا كنت في النادي. قال لي ترجع تاني وده مكانك. قلت له ما عنديش مشكله طبعا. وانا يعني ما القعده ما خدتش 10 دقايق ربع ساعه يعني. كلام فلوس مع وكيل اعمالك ولا انت بتتكلم؟ لا انا كان ساعتها كان كابتن محمد شيحه معايا. بس ما اتكلمت انا ما اتكلمتش في حاجه يعني. انا هو انت شيحه وكيلك اصلا؟ لا انا لا هو كان ساعتها يعني كان معايا في الموضوع ده. ما انت وكيلك كان مين اصلا ولا ما كانش عندك؟ كان هو ساعتها كابتن شيحه. كان كابتن شيحه في الموضوع في نادي الزمالك. تغيرت بعد كده في اللفه؟ انا مر عليا كذا حد بقى يعني. لان انا رحت كذا نادي. ف انت بتشتغل باللي جايب لك العرض يعني؟ ايوه. اوكي تمام. فاتفقنا يعني قعدنا اتفقنا ما خدناش وقت. وبعد كده هم يعني نادي الزمالك اتفاوض مع نادي الداخليه. والموضوع خلص على طول يعني. لان انا كان عندي رغبه فما خدتش وقت يعني. مشيت القصه على طول. يوم ما مضيت ده اصعب يوم كان في حياتك اكيد. طبعا. طبعا يا كابتن. لان انا وانا يعني اقول لحضرتك برضه حاجه في التفاصيل اللي حصلت. اول يوم ليا مع المستشار مرتضى منصور في الاوضه بتاعت مجلس الاداره. قلت له انا كنت في النادي هنا قعدت 10 سنين. وقلت له على اللي حصل معايا. وقلت له ان انا كنت عارف ان انا في يوم من الايام ربنا هيكرمني وان انا ارجع تاني. فقال لي ده مين اللي مشاك وبتاع. فما بدتش طبعا اقول له بقى يعني. قلت له لا مفيش ده كان مدرب هنا ومشي وانا يعني مفيش مشكله. اصل هي دي الكوره. اصل المدرب اللي مشاني ده ما اذانيش مثلا. صح. ده طبيعي. ده نصيب. 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 انا لو ما كنتش اللي مشى محمد صلاح من الزمالك وداه النهارده ليفربول. يعني انا ما كنتش مشيت ما كنتش. صح. رجعت الزمالك. ف يعني الحمد لله طبعا كانت الخطوه دي ان انا ارجع نادي الزمالك بعد ما مشيت كانت مهمه جدا بالنسبه لي. بسبب ان انا كنت عايز يعني اعوض اللي حصل لي في الفتره اللي انا قعدتها في النادي. ايه اللي حصل بقى في الزمالك سنه واحده؟ الله كابتن. لعبت سنه يعني. انا رحت النادي لعبت باك ليفت وانا اصلا يعني مش مكاني الاساسي باك ليفت. لعبت سنه كامله باك ليفت واديت فيها كويس جدا. جيت في اخر السنه مش عارف ايه اللي حصل. انا لحد ما انا قاعد مع حضرتك دلوقتي مش عارف ايه اللي حصل يعني. مش عارف انا مشيت ازاي او مشيت ليه. او ايه سبب مشاييني. ما عنديش سبب وما حدش قال لي سبب واضح او سبب مقنع. مالك ايه؟ انا مشيت من غير ما اتبلغ يعني. انا مشيت من النادي من غير ما اتبلغ. ازاي يعني؟ كان عندنا ماتش كان نهايه الدوري. كنا بنلعب وادي دجله. الماتش اللي هو هنستلم في الدرع. خلصنا الماتش وكان عندنا ماتش في الكونفدراليه. فدخل الاداري قال في 5 لعيبه عندهم اجازه او 6 لعيبه. فانا كنت متقعد في الكونفدراليه وكان الماتش ده يعتبر ما فيش باك ليفت غيري. وانا قالوا اجازه. فانا سالت في الاوضه ليه اجازه. فقالوا ان هم هيعملوا روتيشن في الناس اللي بتاخد اجازات عشان خاطر ضغط الماتشات. فقلت ممكن اكون بره السكور يعني في الماتش. فخلاص مفيش مشكله هاخد الاجازه وبعد ما الفرقه ترجع من السفر هرجع التمرين. بعد ما رجعت روحت البيت فلقيت بالليل لعيب زميلي يعني. بس هو كان لعيب كبير يعني في الفرقه كلمني. فاتكلمت معاه وقال لي الناس اللي خدت اجازه النهارده دي الناس دي اللي مشيت. فقلت له ازاي؟ قال لي زي ما بقول لك انت شوف هتعمل ايه وشوف لك يعني الحق شوف نادي او كده لان الناس دي هي اللي مشيت. فانا استغربت. فاتصلت كان ساعتها كابتن اسماعيل يوسف مدير الكوره. اتصلت بيه ويعني قلت له كابتن اسماعيل. قال لي انت مش هتمشي. انت هتطلع اعاره. انت بس تلعب وتاخد خبرات وبتاع وبعد كده ترجع تاني ومش عارف ايه وكده. فقلت له يا كابتن طب ما حدش بلغني ليه؟ او انا يا كابتن مش عايز اطلع اعاره. لو حضرتك مش عايزني او النادي مش عايزني انا همشي يعني اشوف. لان انا كابتن اصلا وانا رايح نادي الزمالك كان جاي لي عوده من المانيا. كان جاي لي نادي ميونخ 1860. ده كان نادي بيلعب درجه ثانيه في المانيا. وانا فضلت نادي الزمالك على العرض ده. فانا قلت له يا كابتن فضلت الزمالك عن العرض الالماني. وانا قلت له يا كابتن وكان كابتن احمد سليمان شاهد على الكلام ده. وانا قلت له يا كابتن طب ما كلمتش كابتن احمد ليه في التوقيت ده ولا ما؟ ما هو كابتن احمد ساعتها كان ساب النادي كان ساب مجلس الاداره. فانا قلت له يا كابتن وكان ساعتها برضه امير مرتضى لسه ما تدخلش في موضوع
يعني موضوع الكوره والكلام ده كان بعيد شويه. ف يعني يمكن امير كان ممكن لو هو كان موجود كنت ممكن اتكلمت معاه او كده، لكن هو ما كانش موجود. والاعاره طلعت على فين؟ الاعاره طلعت على الاسماعيلي. كان كابتن احمد حسام ميدو ساعتها هو اللي اقنعني ان انا اروح للاسماعيلي اعاره، وكان قاعد معايا وقال لي انا عايزك معايا وكده. فلقيت ان انا يعني ما فكرت مع نفسي، قلت ما فيش مشكله يعني ممكن اطلع اعاره، وانا زي ما حصل لي قبل كده اثبت نفسي في السنه دي وارجع تاني. ورحت الاسماعيلي. رحت الاسماعيلي عملت سنه كويسه جدا جدا في الاسماعيلي. بس يا كابتن بقى حاجه من ضمن الحاجات اللي اثرت فيا نفسيا وخلتني بعدت شويه عن مستواي الفتره، الموضوع اللي انا بكلمك فيه ده اللي انا مشيت بيه من نادي الزمالك، ان انا يعني ما كنتش متوقع كده. انت عندك لعيب سنه صغير ولعيب يعني انت شايف ان هو قدراته كويسه او عنده امكانيات، حتى لو هو اول سنه انت شايف ان هو مش موفق ممكن تصبر عليه لان ده طبيعي. وبعدين انا ما كنتش بلعب في مكاني، هو يعني انت يعني المفروض يعني ما فيش حد يتحاسب على مكان مش مكانه يعني. وبعدين كنت بلعب وبادي وما قلتش لا، وعملت سنه كويسه يعني. انا شايف ان انا انت بقيت حياتك بتلعب فين؟ ايه؟ بقيت حياتك المكان اللي لعبت فيه البداية. انا بلعب هاف رايت ورقم 10 يعني بلاي ميكر شويه. ده طول عمرك في مرحله الناشئين؟ ده على طول بلعب كده، وفي النادي الداخليه لعبت كده. ان لما احنا نادي الزمالك لعبت باك ليفت. ف هو يعني ما قلتش حاجه قدت بس فيها. انت قدت كويس في الاسماعيلي. قدت كويس جدا في الاسماعيلي. ميدو قدر يقنعك وقدر تشتغل معاه الفتره اللي هو موجود فيها. وبعد كده كمان حتى الفتره اللي كابتن ميدو مشي فيها رجع مسك نادي الزمالك تاني، كان في كلام ان انا ارجع بس يعني ما حصلش نصيب. قضيت السنه في نادي الاسماعيلي يعني من احسن السنين اللي لعبتها. ودي كانت اعاره. كانت اعاره. طبيعي ان انا مخلص الموسم وعملت موسم كويس ترجع. ارجع نادي الزمالك، ده اللي انا مستنيه. انت كنت ماضي قد ايه في الزمالك؟ كنت ماضي 5 سنين برضه. طب رجعت على فين بقى؟ رجعت بقى كابتن على نادي الزمالك، استنيت ردهم طبعا عشان اشوف هعمل ايه. فدخلت في صفقه تبادليه مع محمد مجدي المدافع بتاع المصري. فانا في الوقت ده طبعا النادي المصري نادي كبير ومحدش يقدر يقول غير كده، بس انا ما كنتش يعني في الفتره دي انا ما كنتش عايز يعني اخش مع حد في صفقه تبادليه او الكلام ده. انا عايز اقرر انا مصيري، عايز اقرر انا هلعب فين او اروح فين وكده. فكان ساعتها يعني دخلت في صفقه بيع نهائي. مش بيع نهائي برضه، اعاره برضه. يعني نادي الزمالك انا رحت اعاره وكان محمد مجدي نادي الزمالك اشتراه. بس انا كنت برضه يا كابتن حزين من اللي بيحصل، لان انا يعني ما استاهلش كده. انا مش مثلا لعيب سن كبير او مثلا خلاص ببطل ان انا اخش في صفقه او وابتديت المشوار تاني ورحت المصري. ورحت المصري عملت موسم في المصري. عملت موسم المصري، كان ده بدايه المواسم اللي انا اقل فيها بعدد الماتشات في اللعب بسبب ان انا رايح انا نفسيا تعبان ورايح غصب عني زي ما بيقولوا. وفي نفس الوقت كان حصل يعني كابتن خلاف بيني وبين كابتن حسام حسن في بدايه الموسم على اسمه، بعدني خالص عن الماتشات. ما لعبتش خالص. لعبت اول 7 6 ماتشات وبعد كده ما لعبتش تاني خالص. فطبيعي ان انا وانا بلعب في نادي الاسماعيلي ما رجعتش نادي الزمالك. يعني وانا كنت طول بلعب عمري اعرف احمد ان 6 7 اول مره اسمع 7 6 دي. كمل. انا انجليزي بقى يا كابتن. ايوه ايوه ايوه. لعبت 7 6 ماتشات. اسمع، انا لعبت 6 7 ماتشات. ثم قعدت موسم في المصري. وبعد المصري. بعد المصري طبعا بقى انا يعني زي ما بيقولوا كده في فاض بيا بقى. فانا قلت مش هطلع اعاره تاني بقى يا كابتن. انا الناس في نادي الزمالك كلموني، فانا قلت لهم لو انا مش هرجع النادي هتباع. هتباع. بعت لمين بقى؟ سيبوني سيبوني. ففعلا انا يعني قفلت تليفوني ولحد ما القايمه اتبعتت. بعد ما القايمه اتبعتت القايمه الاولى بقيت فري. فكان ساعتها برضه كابتن احمد حسام ميدو كان ماسك وادي دجله. فروحت وادي دجله. فكلمني فروحت وادي دجله. بسوء الحظ كابتن احمد مشي بعد فتره بسيطه. وانا في الفتره اللي كابتن احمد مشي فيها كنت انا بدات الموسم، بعد كده حصل لي اصابه في انكر رجلي فبعدتني شويه. كان كابتن طارق العاشر جه. قعدت قد ايه في وادي دجله؟ قعدت 6 شهور. فودي دجل. ثم بعد كده رحت بعد فين؟ بعد كده رحت الاتحاد. بعد الاتحاد 6 شهور. بعد الاتحاد بقى رحت نادي الجيش. نادي الجيش. احلى فتراتك طبعا في الجيش. الجيش ثاني الحقيقه فرقه، عاملين فرقه كويسه جدا. انا بصراحه في يعني زي ما بيقولوا في كل مقومات النجاح يعني. مؤسسه كبيره الحقيقه. والعميد احمد المهدي برضه عامل شغل كويس. طبعا انا خلي بالك يا كابتن، يعني عايز اقول حاجه برضه،
العميد احمد المهدي كان دايما بيكلمني من وانا في الاسماعيلي. اول سنه مشيت فيها بالزمالك كان دايما يقول لي انا مقتنع بيك وانا هعرف اخليك كويس. ودي حقيقه ما شاء الله. احلى موسم ليك السنه دي ولا السنه اللي فاتت؟ انا احلى موسم ليا السنه دي في السنه دي وان شاء الله يكمل على خير باذن الله. دوختني معاك لفه، انت لففتني في مصر العربيه واحنا قاعدين. اطلع فاصل وارجع بعد الفاصل مكمل مع احمد سمير، وشكله كده قصص كتيره جدا جدا بتشرف بوجوده معايا. مكملين معاه بعد الفاصل. دايما كل لاعب بيقول لك الجمهور المهم، الجمهور اللي معايا. ممكن يكون اهلي فكان الجمهور الاهلي معاه، زمالك جمهور الزمالك. جمهور الزمالك معاك ولا عليك؟ والله يا كابتن يعني انا مش هقول ان كل الجمهور، بس انا الاغلبيه من جمهور الزمالك دلوقتي من اللي انا بشوفه في الشارع. طبيعي يا كابتن انا بعرف راي الناس لما اقابلهم في الشارع، او يعني انا ما بقتنعش شويه بالسوشيال ميديا دي لان مش الجمهور كله مش متابع سوشيال ميديا. انا يعني الاغلبيه بنقابلهم في الشارع. خلينا في اللي بتقابلهم في الشارع. اللي بقابلهم في الشارع يعني ممكن مثلا 99% منهم زعلانين مني. لان هم فاكرين ان انا دايما بغل على الزمالك وبغل قدام الزمالك. وان انا بضيع ماتشات على الزمالك وبضيع بطولات على الزمالك. الموضوع مش كده. انا كابتن في ماتشات كتير جدا بعمل ماتشات كويسه. ربنا بيكرمني وبيبقى معايا التوفيق في ماتش الزمالك اعمل ايه؟ يعني انا ممكن في ماتش اعمل كل حاجه وما اجيبش جول، وممكن في ماتش الزمالك ما اعملش حاجه واجيب لي جونين. بس انت لسه سنك صغير 26 سنه. يعني ان شاء الله ربنا يديك الصحه، قدامك المشوار. اي ما انا معنا انا مع انا مع انا عارف انا وانا عارف ان مش كل جمهور الزمالك كده، الناس اللي بتفهم من جمهور الزمالك عارفه ان اللي تربى في نادي زي نادي الزمالك نادي كبير عارف انه لازم يخلص في الحته اللي هو فيها. في اي مكان انا بلعب نادي الزمالك دلوقتي، لو انا معلش يا كابتن اسف يعني انا مثلا لما فوت الماتش ولا انا يبقى انا كده كويس؟ لا طبعا، لا طبعا. حتى بيني وبين ربنا يبقى انا يعني ما بتقيش ربنا في اكل عيشه او المكان اللي انا فيه. فطبيعي جدا ان انا وانا في النادي اللي انا فيه اكون مخلص ليه طبعا واشتغل فيه. انا احمد من كتر القصات اللي انت عارفها مش فاهمك في الماتشات ولا في كاس العالم، مره اصفر ومره اسود ومره طويل ومره قصير. انا والله يا كابتن انا كنت في سن بس كده يعني في سن صغير كده، لكن دلوقتي يعني الحمد لله ما فيش قصات، هي قصه واحده خلاص. حلو الجون ده. انا والله يا كابتن جايب يعني في نادي الزمالك 5 تجوان في سنتين. يعني لعبت الزمالك كم مره؟ لا لعبت الزمالك كتير. لعبت الزمالك كذا مره. احرزت قدام الاهلي اهداف؟ لا بس كسبنا الاهلي. ولا هدف قدام الاهلي؟ ولا هدف قدام الاهلي. كده ليه حق بقى جمهور الاهلي ينزل احمد؟ لا يا كابتن احنا كسبانين الاهلي مره وانا في الداخليه رايح جاي. يعني الموسم الوحيد اللي بس انت بس ما رحتش اهداف. لا مثلا ما احرزت بس يعني كنت بقى بعد المستوى كويس يعني بس ما كنتش بحرز اهداف، فطبيعي يعني من الاهداف هي اللي بتعلم شويه مع الناس يعني. طلع الجيش عنده الاهلي الماتش اللي جاي. تحلم بايه؟ يعني يا كابتن انا ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمني وتبقى بدايه يعني تبقى بدايه تسجيل ان شاء الله باذن الله. وتبقى بدايه تسجيل. ان شاء الله بإذن. هل كان في كلام عن الاهلي قريب؟ بص يا كابتن كان في كلام يعني انا في حد ذاته مثلا معنى ان انا اسمي يرتبط بالنادي الاهلي ده شرف كبير ليا يعني جدا طبعا. او يعني الزمالك او الزمالك طبعا كبار جدا الحقيقه طبعا يعني لان انا يعني اي حد في مصر بيتمنى ان هو يلعب في الاهلي والزمالك طبعا دي معروفه يعني. فانا شايف ان 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 مجرد زي ما بقول لحضرتك ان اسمي مرتبط بالنادي دي حاجه كبيره. لكن انت فاتح المجال يعني اهلي زمالك. مفيش مشكله يعني انا فاتح المجال وعندي يعني تقبل لاي عرض يجيني. لو جالك العرضين زي بعض في نفس التوقيت؟ السؤال ده صعب قوي. ده السؤال ده في المنهج.
لا بص يا كابتن اقول لحضرتك بصراحه يعني الناديين كبار والناديين محترمين مفيش كلام. انا يعني بقولها مع حضرتك ويعني اتمنى الناس ما تفهمش كلامي غلط. انا بتمنى ان انا اخد تجربه جديده. يعني بتمنى ان اخد تجربه جديده. ان انا يعني شايف ان انا عايز ابعد يعني لاعلى مكان. يعني حضرتك فاهم قصدي؟ فانا عايز ان انا لعبت في نادي الزمالك ما وفقتش. وحاسس ان انا في حساسيه. يعني انت لو جالك الاهلي والزمالك شايف ان انت تجربتك مع الزمالك ما كانتش موفقه فعايز تروح الاهلي. وفي كمان يا كابتن وجود الحساسيه دلوقتي بيني وبين جمهور الزمالك شويه او من بعض جمهور الزمالك بعض على من جمهور الزمالك طيب يعني رجوعك وتالقك كل حاجه تتنسي يعني. بعض من جمهور الزمالك يا كابتن يعني انا مش بقول جمهور الزمالك كله لان جمهور الزمالك اللي عارف يعني قيمه النادي بتاعه كويس عارف ان اللي بيتربى عليه في نادي الزمالك ان انت تخلص في المكان اللي انت فيه ايا مكان انت كنت فيه. لكن انا بتكلم ان كانت تجربه بالنسبه لي ناجحه بس انا يعني ما عرفتش ان انا ناجحه ان انا خدت فيها لقب مع نادي الزمالك كان غايب من سنين يعني احنا كسبنا الدوري والحمد لله كان ربنا كرمني وكنت بشارك يعني مش ان انا لا شاركت لكن انا حاسس ان انا عايز يعني اخد تجربه جديده فيها تحدي جديد. وانا شايف ان انا سني صغير انا لسه عندي 26 سنه عندي يعني الحمد لله لعبت في افريقيا مع المنتخب ومع الزمالك وعندي عندي عندي الخبرات دي مش الحمد لله يعني انا مش هتبقى حاجه جديده عليا يعني ان انا جربتها ولعبتها كتير جدا مع المنتخب ولعبتها مع الزمالك فدي حاجه يعني حاجه برضو بتخليني ان انا ما فقدتش طموحي او ان انا اسعى دايما ان انا اوصل للمكانه دي لان اي حد يا كابتن حضرتك عارف ان هو بيبقى عنده حلم وعايز يحققه او بيبقى عنده هدف وبيسعى له فده طبيعي في الكوره لكن ده طبعا بيتوقف على شغلك ومستواك وادائك لان الناس مش هتتكلم عليك طول ما انت مش كويس. انا جربت انا جربت قصرت في حق نفسي فتره وجربت وجربت لما اشتغلت وتعبت واجتهدت شفت الفرق بين ده وبين ده. طيب عايز اسالك على بعض اللعيبه اللي كانوا معاك في كاس العالم بس بعد الفاصل. اي لعيب حلمه وطموحه هو اللعب للمنتخب. ده حلمك؟ طبعا. شايف ان ممكن تليفونك يرن في يوم تلاقيه بدري؟ اتمنى. تتمنى؟ طبعا. يعني نفسي. حلم بعيد ولا قريب؟ والله يا كابتن من سنتين كنت شايفه بعيد. بس دلوقتي حاسس انه قرب. حاسس انه قرب. بتنافس مين؟ في مكاني؟ والله يعني بنافس في المكان اللي انا بلعب فيه دلوقتي فيه طبعا موجود فيه قول ما يهمكش قول انت غريب موجود فيه طبعا محمد صلاح لكن انا عندي ميزه يا كابتن يعني عندي ان انا بلعب في كذا مكان يعني بلعب بلاي ميكر وبلعب ناحيه الشمال وبلعب ناحيه اليمين وممكن العب باك ليفت وممكن العب لعبت في نادي الجيش السنه اللي فاتت لعبت ديفندر لعبت يعني انا عندي مرونه شويه في الحته دي. الحته الوحيده اللي تقدر تنافس فيها في المنتخب بامانه كده انا معاك اهو اكتر مكان انا بتقنه لا كويس انا مش بتقنه انافس فيها انا قلت تنافس فيه ما هو ممكن مكان بتتقنه الناحيه اليمين سيبك من دي خش على الناحيه الشمال سيبك من دي فاهم قصدي بلاي ميكر بقى سيبك برضو من دي بيبقى كده مش هروح بلاي ميكر تنافس مين في كابتن عبد الله وقفشه وفي قفشه يعني بس والله يا كابتن هي يعني حضرتك بتتكلم في نقطه صح بس يعني انت دلوقتي لو البدري بيتفرج عليك وتقول له يا كابتن تابعني وجربني في المكان الفلاني ومش هتخسر تقول له في البلاي ميكر وناحيه اليمين في البلاي ميكر وناحيه اليمين يعني على قد ما اقدر انا ببقى كويس جدا في المكانين دول المكانين دول ويمكن اكيد يعني مع كابتن سيف حضرتك عارف اكيد كابتن حسام بيتابع الماتشات كلها وبيدي الناس كلها حقها وعارف مين كويس ومين وحش لان ده طبيعي لان هو عارف ان هو لما بيجي يختار هو الكوره مش ظلم انا ممكن مثلا ما اروحش المنتخب يبقى انا كده ما اتظلمتش او هو ظلمني لا طبعا لسه ربنا ما كتبليش. افضل واحد في الدوري السنه دي في الحته اليمين دي مين من وجهه نظرك؟ يعني تنافسه يعني
زيزو. 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 زيزو كويس. وطاهر برضه طاهر كويس قوي. افضل حارس مرمى في مصر. الشناوي. وانا شايف ان المظلوم يعني جدا في حته ان مش واخد حقه بسام. بسام جون. بسام جون كبير. والله مش عشان هو بيلعب معايا. بس هو بسام. افضل فرقه لعبت كوره السنه دي. لحد دلوقتي. الاهلي. الاهلي. الاهلي والمقصه. والمقصه. شرفتنا يا احمد. ربنا يخليك يا كابتن. اتمنى لك يا رب كده كل التوفيق ان شاء الله وتحقق كل احلامك وطموحاتك. ربنا يخليك يا كابتن. انا مبسوط اني معاك. كنت مع حضرتك شويه اتاخرت شويه. ده شرف ليا. بس ده شرف ليا يا كابتن والله. ربنا يخليك. شرف وتنور دايما. ربنا يخليك يا كابتن. خلصنا حلقتنا مع احمد سمير واحد من نجوم طلاع الجيش. اتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق. دي كانت الفقره الثانيه معانا. نخش النهارده على الفقره الاخيره. الاستاذ حازم حسني رئيس اتحاد الرمايه. ومصر دخل في تحدي جديد. ايه هو التحدي؟ اقامه كاس العالم على الاطباق من الحفره والاسكيت هنا على ملاعب نادي الصيد. مصر كل يوم بتدي الحقيقه درس كبير جدا بعد كاس العالم لكره اليد والانجاز الكبير اللي شفناه. العالم كله بيقفل بابه ومصر دايما بتفتح بابها ودايما بتعمل ايفنتات ودايما بتعمل بطولات. اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد بعد الفاصل. نجاح تنظيم بطولة العالم لكرة اليد وإشادة العالم بالإجراءات الاحترازية ونجاح الكبسولة الطبية وضع مصر في مقدمة الدول الرائدة في تنظيم البطولة والفعاليات الرياضية العالمية في ظل ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا. حدث آخر لا يقل أهمية عن مونديال اليد تستعد مصر لاستضافته خلال الشهر الحالي، وهو كأس العالم للرماية بنادي الصيد بمدينة السادس من أكتوبر بمشاركة أكثر من 400 رام ورمية يمثلون أكثر من 31 دولة. مصر أصبحت قبلة الاتحادات الرياضية الدولية لتنظيم البطولة العالمية في إطار دعم مؤسسة الدولة وتسخير جهودها للخروج بشكل رائع. كأس العالم للرماية أحد البطولات الهامة التي تنظمها مصر خلال عام 2021 والتي سيكون له دور كبير في تجهيز اللاعبين المصريين قبل مشاركتهم في أولمبياد طوكيو. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. تحدي جديد للدوله المصريه، كل يوم تحدي، كل يوم بطوله، كل يوم انجاز. العالم كله بيقفل بيبانه ومصر بتفتح بيبانها لاستقبال جميع الايفنتات العالميه. كاس عالم جديد على الاراضي المصريه. شرفني ونورني اللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرمايه. مساء الخير يا فندم. مساء النور ومساء النور على الساده المشاهدين جميعا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. يعني الحقيقه انجاز جديد، يعني في عز ما العالم كله بيطفي مكان زي ما بيقولوا، الدوله المصريه الفتره اللي فاتت انجازات كبيره جدا، اخرهم كاس العالم لكره اليد وصدرنا مشهد كبير جدا. النهارده بطوله جديده بعدد كبير على اراضي الدوله المصريه. طبعا هو موضوع ان احنا نستضيف بطوله كاس العالم دي، ده حدث كبير. الموضوع مش موضوع ان احنا نستضيف بطوله وبس، لا، الموضوع ان احنا نستضيف البطوله في توقيت ان العالم كله مغلق ابوابه على الرياضه وعلى الاقتصاد وعلى كل شيء. صح. الحاجه الثانيه المهمه ان احنا مصر عندنا القدره الكبيره على هذه الاستضافه. دعم الدوله لكل ما هو حدث كبير رياضي بيشجع ان كل رئيس اتحاد بيدخل بقلب جامد يقول انا عاوز بطوله. لكن احنا لو ما فيش دعم قوي من الدولة فأنا لا يمكن أستضيف بطولة. النهاردة أنت بتستضيف بطولة، إحنا بقالنا عام كامل مفيش أي بطولة دولية في العالم كله. في العالم كله. يعني مصر هي ليها ضربة البداية المبادرة. بالظبط. إحنا من مارس 2020 حتى اليوم لم يتم تنظيم بطولة كأس عالم نهائيا. وبالتالي الاتحاد الدولي يعني حاطط كل آماله على نجاح هذه البطولة. أعطى مصر في هذه الفترة بعض المميزات
يمكن دون عن اي دوله اخرى انه يفتح عدد المشاركين. عدد المشاركين طبقا للقانون 5 رمى فقط، وفتح عدد المشاركين لزياده المشاركه ولنجاح البطوله بوجه عام. ده في حد ذاته قيمه لمصر. طبعا رئيس الاتحاد الدولي كان مصر ام الدنيا يا فندم. اه طبعا اللي عاوز يعرف مصر ام الدنيا لما يروح يسافر بره ويقف ويترفع العلم المصري ويتضرب بالسلام الوطني يعرف ان فعلا مصر ام الدنيا. طيب حضرتك دلوقتي احنا بنتكلم على البطوله وقرار الدوله المصريه باستضافه البطوله، ده تحدي كبير، ولكن هناك دايما سؤال كده بنحط تحتيه 10 خطوط. الاجراءات الاحترازيه. الاجراءات الاحترازيه احنا عقدنا عده اجتماعات مع ممثلي وزاره الصحه ووزاره الشباب والرياضه. هل حضرتك متعامل بنظام الكبسوله برضو؟ احنا عاملين نظام الكبسوله بس مش المطلق اللي هو مغلق، يعني زي اللي اتعمل في كره اليد اللي هو مغلق تماما. مغلق طبعا، وفي اجراءات احترازيه. النادي بجميع اماكنه، الاماكن الخاصه في النادي تحت التطهير المستمر. الرماة لديهم وعي كامل. كل القادمين الى مصر ارسلنا اليهم دعوات واوضحنا فيها الاجراءات الاحترازيه، سواء الاتحاد الدولي او من الدوله المصريه ممثله في وزاره الصحه. طبعا احنا لازم نعمل كده لانه الهدف هو تحدي اقامه البطوله طبعا، لكن مش الهدف ان احنا نحصل على الميداليات. طبعا ده شيء اساسي بالنسبه لنا، لكن هو التحدي ان الدوله المصريه تنظم بطوله عالميه لم يستطع احد استضافتها. بل بالعكس، هذا العام 4 بطولات عالم دوليه لم يتم استضافه اي بطوله منهم طبعا. كل الدول رفضت. حتى الدول اللي بتستضيف، يعني مثلا احدى الدول كوريا طلبت انه جميع الرماة عند الوصول الى كوريا يضعوا في حجر صحي لمده 14 يوم قبل اقامه البطوله، و10 ايام كمان اقامه البطوله. ده مستحيل. فده مستحيل ان حد يسافر. احنا مصر النهارده بنفتح ابوابنا بتحليل بي سي ار 72 ساعه، ثم بنطبق نفس نظام الكبسوله ونفس النظام التحليلي كل 72 ساعه، وبالتالي نكتشف اي حالات مسبقه او نكتشف ان هم فعلا في صحه تامه، وبالتالي يستكملوا. هل يا فندم الاجراءات دي على كل الرماة وكل المنظمين واللجنه المنظمه والتحكيم وكله؟ السائقين والعاملين واللجنه المنظمه والرماة. مين اللجنه المنظمه البطوله؟ لجنه منظمه البطوله. انا رئيس لجنه عليا منظمه البطوله، وبعدين معايا الاستاذ محمد وهدان، الاستاذ ادم مدحت، وباقي اعضاء اللجنه، وجزء كبير من المنسق السياسي الحكومي من وزاره الشباب والرياضه اللي هم بيدعمونا في هذا الموضوع. ادم مدحت الحقيقه رامي كبير وتاريخ كبير جدا، محمد وهدان برضو يعني تاريخ كبير جدا في الاداره. طبعا طبعا كوادر الحقيقه محترمه جدا، وكمان اللي معاهم كمان كويس قوي مجدي لطفي. لا مجدي لطفي تاريخ كبير في الرمايه الحقيقه. دور كبير، وواحد قضى 30 40 سنه من حياته في المجال ده ونظم بطولات كبيره. مجدي لطفي الحقيقه واحد من الشخصيات اللي كان لها كل احترام. ليه اخترت نادي الصيد؟ نادي الصيد طبعا احنا كان عندنا اختيارين. الاختيار الاول هو النادي الجديد بالعاصمه الاداريه، ولكن لظروف التي تمر بها العالم اجمع طبعا، تم عدم توريد بعض الاجهزه والمعدات اللازمه لاستكمال الميدان، وبالتالي ما قدرناش نقيم البطوله في العاصمه الاداريه. نادي الصيد رحب جدا طبعا، الاستاذ محسن طنطاوي بمجلس ادارته كانوا مرحبين، وقفوا جنب الاتحاد طبعا. بس ده تحدي برضه جديد. تحدي يعني طبعا. يعني طبعا اي رئيس نادي في التوقيت ده تيجي حضرتك تكلمه يقول لك بعد اذنك يعني انا اصلا ملصم الفرع وشغال في اجراءات وظروف صعبه، ان محسن طنطاوي ومجلس اداره نادي الصيد يقبلوا ان هم يستضيفوا البطوله تحدي كبير جدا. لا اصل احنا في علاقه قويه جدا بالاتحاد ونادي الصيد طول عمره، لانه بنعتبر احنا كاتحاد بنعتبر ان نادي الصيد هو المكان الرئيسي لاقامه واستضافه البطولات. صح. فما كان عليهم الا هم الموافقه، بل بالعكس والدعم للاتحاد. والدعم للاتحاد طبعا. ده علاقتك بالاستاذ محسن طنطاوي كويسه؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. استاذ محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد، مساء الخير يا فندم. اهلا كابتن سيف، ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ ربنا يخليك كابتن سيف. يعني اللي هو حازم معايا، اللي هو حازم حسني رئيس الاتحاد، وكنا لسه بنتكلم دلوقتي ان حبيبي اللي هو حازم حبيبي وحبيب نادي الصيد وحبيب كل اعضاء مجلس الاداره.
هو هو الحقيقه لسه بيقول، ولكن تحدي كبير جدا للدوله المصريه قبول استضافه البطوله في عز ما العالم كله بيقفل ابوابه، وفي عز كمان ما المؤسسات والانديه المصريه بتعاني من ازمات شديده جدا في التطهير وفي الاجراءات. نادي الصيد بيقبل التحدي وبياخد القرار باستضافه البطوله، وده شيء يحسب لحضراتكم. حبيبي كابتن سيف، بص يا كابتن سيف، دي يعني طبعا دي رابع بطوله عالم بتتعمل في ميادين نادي الصيد في اكتوبر. احنا فتحنا نادي الصيد اكتوبر 2009، ولما سيادة اللواء حازم طبعا كلمت في الموضوع، نادي الصيد ما قدرش يتاخر ابدا، لان دي تعتبر يعني في نظري حاجه كبيره جدا لمصر، ان احنا نستضيف بطوله عالم فيها 32 دوله، طبعا بدعم من وزاره الشباب والرياضه برئاسه طبعا معالي الوزير اشرف صبحي، وطبعا مدعمنا طبعا اللواء حازم حسني طبعا بدون شك، رئيس الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي بدون شك، ان احنا وطبعا اختاروا من نادي الصيد طبعا زي ما حضرتك عارف، انا طبعا نادي الصيد له قيمته وقامته الكبيره جدا، ودي مش اول بطوله عالم نعملها في النادي، دي رابع واحده طبعا. فاحنا ازاي ان احنا طبعا نرفض حاجه زي كده؟ بالعكس، حاجه تساعدنا، حاجه مهمه لمصر جدا ان تستضيف 32 دوله في ظل الظروف الصعبه جدا ديت. لكن طبعا مش هتفكر ان الاتحاد مدعمنا، واحنا مدعمين الاتحاد والوزاره ليها دور كبير جدا في دعمنا ودعم الاتحاد الحقيقه. فدي بطوله الحقيقه شرف لمصر، وان شاء الله تعدي على خير وتبقى بطوله ناجحه باذن الله زي البطولات اللي عملناها قبل كده. زي ما بقول لك بتبقى البطوله الرابعه، فيعني والحقيقه المجهود اللي واضح من سياده اللواء ومن اللجنه المنظمه للبطوله، يعني الحقيقه قايمين بدور كبير جدا، وطبعا مجلس الاداره بالكامل ورا هذا الحدث الحقيقه يعني. فان شاء الله ربنا يوفقنا ويوفق نادي الصيد ويوفق الاتحاد وبدعم من الوزاره طبعا زي ما بقول لك كابتن سيف، ان شاء الله ربنا يوفقنا وتبقى بطوله ناجحه باذن الله وتسيب صدى كبير جدا واسم كبير لمصر ان شاء الله. هو طبعا حضرتك كابتن محسن عارف ان يعني الدوله المصريه دلوقتي شانها في العالم مختلف تماما، في عز ما العالم كله دلوقتي بيقفل، في عز ما العالم بيرفض بطولات، الدوله المصريه بتستقبل. لو نادي الصيد استقبل اربع بطولات قبل كده او خمسه او 40، فالبطوله دي شان اخر تماما، يعني البطوله دي نادي الصيد بيتحط على الخريطه العالميه في شكل تاني خالص مع الدوله المصريه، يعني اي واحد بره في العالم دلوقتي هيسال البطوله بتتنظم فين؟ الدوله المصريه قبلت التحدي، فاكيد هيبقى عنده حسابات مختلفه جدا في الدوله المصريه، خلاص مصر راحت في حته تانيه تماما تماما تماما. ايضا نادي الصيد النهارده عالميا والحديث عنه ان مكان بيستعمل بطوله في الظروف دي، فاعتقد دي بطوله ليها شان مختلف، هياخد كمان نادي الصيد في حته مختلفه. مفيش شك يا كابتن سيف، ما تنساش برضو ان برضو نجاح مصر في انها تقيم بطوله العالم في كره اليد ده بدون شك طبعا ده يعني حاجه كبيره جدا، والعالم كله شاهد بنجاح هذه البطوله وبامكانيات مصر واستعداد مصر، فدي بدون شك برضو حطت يعني نجمه من النجوم على صدر الدوله المصريه. نحن ننظم بطوله كبيره زي كاس العالم بالابطال العالميين النجوم والحاجات اللي اتعملت لهم والحاجات الاحترازيه ومصر اهتمت بيهم اهتمام شديد جدا ونجحت نجاح باهر، فبدون شك دي نقطه مهمه جدا. فبدون شك ان شاء الله احنا بنسعى ان تكون بطوله كره العالم برضو في الرمايه بدون شك تبقى تمشي على نفس الطريقه بتاعت بطوله كره اليد، وانا ما عنديش شك ان مصر هتنجح فيها باذن الله زي ما نجحت قبل كده في كره اليد، وبدون شك ان يعني الدوله المصريه تستاهل كل خير، لان يعني زي ما انت بتقول احنا ده تحدي كبير، وان شاء الله احنا قده والاتحاد قده والوزاره قده، باذن الله ان شاء الله هننجح باذن الله وتخرج بطوله مشرفه لمصر للاتحاد المصري والنادي الصيد باذن الله. ما يخص يا فندم، كنا لسه بتكلم مع اللي هو حازم دلوقتي ما يخص الاجراءات الاحترازيه، وانا عارف ان نادي الصيد غير مجلس ادارته طبعا يعني يمتلك الحقيقه من الكوادر الاداريه، يعني في الميادين في احمد بدران، محمد دباح مدير النادي، اكيد برضو مجلس الاداره حاطط لجنه لمتابعه الاجراءات دي، لان في الظروف اللي احنا فيها دي اللجنه يا كابتن سيف اللي نادي الصيد مش اول مره تقوم بعمل بطوله دوليه صح، وعلى راس هذه اللجنه طبعا يعني طبعا في ناس مسؤولين من الاتحاد موجودين وناس مسؤولين عندنا، مجد لطفي واحمد خيري وبدران والمدير التنفيذي ومساعد المدير التنفيذي برضه عباسي، فاهم ازاي؟ كلنا مش من اللجنه بس، كلنا باذن الله ان احنا صح. عندنا مسؤوليه كبيره ان احنا نحافظ على الناس وان احنا ننجح البطوله يعني على اكمل وجه وعلى احسن وجه، فانا مش قلقان من كده، زي بقول لحضرتك احنا جاهزين باذن الله، واحنا ما فيش الحمد لله
زي ما نجحت بطوله كاس العالم كره اليد باذن الله بطوله الرمايه هتنجح نجاح باهر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ويعني بتمنى لك كل التوفيق والف مبروك يا فندم، وهنكون موجودين معاكم خلال طبعاً فتره البطوله كلها للتغطيه، واعتقد ان البطوله دي هتغير خريطه الرمايه في العالم كله. بشكرك كابتن محسن، بتمنى لك كل التوفيق. حبيبي كابتن مشكر، وشكرا للست اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد، شكرا للوزاره، وشكرا لكل اللجنه المنظمه بتاعتنا، وان شاء الله هتسمع خبر جميل جدا كابتن سيف انها هتعدي على اكمل وجه وعلى خير، وهنبقى يعني 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 حاجه يعني يعني بالظبط نفس الحدث في كره اليد باذن الله هنعمله باذن الله، وتخرج ناجحه باذن الله يا رب ان شاء الله. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. كابتن محسن طنطاوي رئيس نادي الصيد، الحقيقه تحضيره كبيره، تحضيره رائعه، وتحضيره تخلينا متفائلين اللي جاي بشكل كبير. طبعا هو التجهيز لبطوله كاس العالم دي حاجه كبيره جدا، اللي بيكون متواجد في تجهيز ليها بيعرف ان هي عاوزه مجهود شاق جدا، عاوزه تجهيز للجان، وعاوزه تجهيز للبنيه التحتيه، وعاوزه تجهيز للذخائر والاسلحه واستقبال الوفود. كل ده موضوع محتاج تنظيم عالي، لان التنظيم العالي لاستعداد البطوله بيخلي البطوله تنجح. لكن احنا عندنا خبرات كبيره، عندنا كوادر ذات خبره عاليه، عندنا بنيه تحتيه كويسه، صح، فطبعا ان شاء الله هتنجح باذن الله هتنجح. ما يخص المستوى الفني، هل اتاثر المستوى الفني يعني جائحه كورونا؟ طبعا المستوى الفني احنا بنتكلم ان احنا بنشارك في جميع البطولات اللي بنظمها الاتحاد الدولي للرمايه، بتكون اربع بطولات في العام. احنا ما شاركناش في ولا بطوله منذ سنه. سنه ما فيش حد شارك، كلها عباره عن بطولات محليه فقط، ولا يوجد بطوله واحده. النهارده احنا اول بطوله يشارك فيها الفريق القومي المصري. جاهزين بقى فنيا؟ احنا نقول ان احنا اتدربنا، عملنا معسكر مغلق، النتائج اللي انا شفتها مبشره، ومتوقع ان شاء الله ربنا يوفقنا بميداليه في هذه البطوله. تراب ولا سكيت؟ ان شاء الله يكون في تراب ويكون في سكيت. تراب مين مرشح؟ التراب احنا احمد توحيد، احمد قمر، عبد العزيز محلب، ده في احنا التراب. عندنا ثلاثه مستواهم تقريبا متقارب. هم الثلاثه اللي قلتهم؟ هما ثلاثة طبعا هيخشوا. عندنا عزمي محلب طبعا، وعندنا لا عزمي ده سكيت، ما انا بتكلم على سكيت. التراب التلاتة مصطفى، التلاتة التراب احمد توحيد، احمد قمر، عبد العزيز محلب. تمام. السكيت عزمي، مصطفى حمدي، سركيس. دول الفريق، ودول اللي هيلعبوا ان شاء الله في الفريق. مين فيهم رايح الاولمبياد خلاص؟ رايح الاولمبياد ان شاء الله في السكيت عزمي ومصطفى حمدي، وفي التراب احمد قمر، احمد توحيد زاهر، وعبد العزيز محلب. عزمي اعتقد دي المره الثانيه اولمبياد ولا الثالثه؟ المره الثانيه اولمبياد. الثانيه مصطفى الخمسه، مصطفى حمدي الخمسه. مصطفى اكبر رقم اعتقد في يعني في تاريخ المشاركه يعني. في المشاركه مصطفى رامي ماهر. يعني مصطفى ممكن ان هو يدخل المسابقه ويحقق رقم، ودي عنده خبره، الخبره لا تشترى، خبره موجوده. يمكن محتاج تدريب، يمكن محتاج حد يكون وراه، لكن مصطفى رامي ماهر. هل عندهم كفاءات تدريبيه جيده ما يخص تراب والسكيت؟ كفاءات تدريبيه طبعا موجودين، عندهم خبرات كويسه جدا، عندهم احتكاكات عاليه جدا. لا عندهم مدربين كويسين. التراب عندنا طبعا في مدرب، وفي السكيت العزمي في مدرب، لكن باقي الفريق احنا محتاجين له مدرب، وانا قدمت على طلب للمدرب ان احنا نجيبه. الظروف اللي بتمر بيها العالم يمكن وقفت حاجات كتيره جدا. منها ان احنا بعض المدربين غير متواجدين، او متعاقد معاهم مع دول اخرى، او اللي موجود لا يصلح ان يكون مدرب للفريق القومي المصري. الاولمبياد في ميعادها؟ الاولمبياد في ميعادها ان شاء الله. ويمكن دي حاجه جميله ان هم بيستفادوا من مما تم اجراؤه من اجراءات وقائيه. مصر احرجت العالم. مصر عملت حاجه ستدخل بها التاريخ. صح. انا رايي الشخصي كده. كاس العالم لكره اليد والتجربه بالظبط كده. هو ده نجاح. احنا كنا نستضيف بطوله واصرار القياده السياسيه والدوله المصريه على استضافتها ونجاحها، فده نجاح لمنظومه الدوله حقيقه. فلما يستكمل في الرمايه وفي الاسلحه الاخرى، فاذا الدوله دي دوله مصريه، دوله قويه. انا رايي يعني مصر دوله كبيره، ومصر ام الدنيا. تحيا مصر، ومصر تحيا. مكملين معاكم الانجاز الكبير بعد الفاصل.
نرجع تاني ونتكلم بقى على الامور الفنيه، احنا مستنيين نتائج في البطوله دي؟ ان شاء الله متوقعين باذن الله ربنا يوفقنا ونحصل على ميداليه في هذه البطوله. تراب ولا سكيت؟ احنا ما يعني انا بقول سكيت وان شاء الله ربنا يوفقنا في التراب طبعا، احنا عندنا فريق التراب قوي جدا. كفريق مجمع قوي جدا والميكس برضه فريقنا كويس جدا ممكن ينافس على ميداليه. هل احنا هل فعلا الفار دخل في الرمايه؟ الفار دخل مؤخرا والاتحاد الدولي بيركز جدا على موضوع التصوير وعلى الفار، وبالتالي بقى نظام عمل في التحكيم اعتراض اي رامي في اثناء مسابقه النهائيات يتم الرجوع الى الفار في ثواني معدوده، وبالتالي يتم الفصل نهائيا في الوقت ذاته. طيب عايزين نشرح كده للناس سريعا ايه موضوع التراب وايه موضوع السكيت. التراب ده عباره عن حفره الرامي بيبقى فيه ماكينات تحت هتبقى قدامنا على الشاشه دلوقتي وحضرتك بتتكلم، هتبقى موجوده تحت الارض والرامي بيضرب من المحطات اماكن مختلفه. الاماكن المختلفه ديت اللي هي الدايره الزرقاء اللي هي كانت طالعه موجوده حاليا على الشاشه. ثم بيتم رمايه ال 125 طبق. دي التراب اللي قدامنا، دي اللي قدامنا دي التراب اللي هي بتطلع من الحفره حاليا، ودي كاميرات موجوده هي قدامنا برضو بتاعه التصوير. ده دي مدام منى الهواري، ده عزم قلبه. ايوه انا عارف، بس اللي قبليها منى الهواري. دي ميادين نادي الصيد. دي ميادين نادي الصيد. وطبعا بس دي مش دي خارج القاهره، دي المغرب. ممكن. والسكيت عباره عن برجين، برج صغير اللي هو بيسموه اللو هاوس والهاي هاوس. برجين، برج كل برج بيطلع منه طبق والرامي بيضرب طبق وطبقين في وقت واحد. رحت الاولمبياد قبل كده وانت رامي؟ لا انا ما رحتش الاولمبياد وانا رامي. طيب انا معايا واحد دلوقتي راح الاولمبياد، المره اللي هيروحها دي هتبقى المره الخامسه، يعني واحد من اساطير اللعبه دي في مصر. مصطفى حمدي. كابتن مصطفى حمدي مساء الخير. مساء الفل يا كابتن سيف، ازيك حبيبي؟ اخبارك ايه، عامل ايه، كله تمام؟ ايه الاخبار، انت كله بخير؟ كله تمام. مساء الخير يا ستلو. مساء النور يا مصطفى، بطلنا الكبير. الله يخليك. يعني الحقيقه تاريخ كبير جدا وسكور كبير جدا ان واحد يروح اولمبياد خمس مرات، اعتقد اللي جايه دي الخامسه صح؟ ان شاء الله باذن الله. ما شاء الله، يعني ربنا يديك الصحه، بس اعتقد ان هو رقم كبير جدا. والله الحمد لله، يعني الاولمبياد اللي جايه بقى ان شاء الله تبقى رقم خمسه، وربنا يوفق الجميع فيها ان شاء الله يا رب. فاكر انا كان لنا لقاءات مع بعض من اولمبياد كتيره جدا، قلت لي ممكن دي تكون الاولمبياد اللي جايه الاخيره، ممكن تكون بعدها الاخيره، بتفكرني بعصام الحضري. انت عارف بقى لعبه الرمايه، انت يعني مش جديد عنها، يعني انت راجل ابتدينا سوا في الرمايه وكنا في منتخب مصر سوا في الرمايه. طبعا شرف ليا. مصر بره وجوه سوا برضه في الرمايه، فانت فاهم ان اللعبه دي برضه مش مرتبطه قوي غير ب صفاء ذهنك وتركيزك وتدريبك و الثمنه بتاعتك وحاجات كتيره قوي، هي لعبه غير بدنيه قوي انت فاهم. بس عايز اقول لك حاجه، وانا بتكلم دلوقتي مع اللي هو حازم، القانون اللعبه اتغير جدا، بقت محتاجه بدنيا وبقت محتاجه تركيزة ومحتاجه فتنس، المشوار اتغير تماما وطول، انت عشان تاخد بطوله لازم تبقى عندك مقاومات كتيره جدا. خلي بالك طبعا موضوع انك انت الذهني لازم يبقى جنب منه بدني. مش هتنفع تمشي زي زمان بقى لا دلوقتي الموضوع مختلف، لازم يبقى فيه شويه تمرينات، لازم يبقى فيه شويه سويدي، لازم يبقى فيه شويه فتنس، نفسك مظبوط عشان كل ده يحافظ على تركيزك اثناء البطوله واثناء تدريبك. صح. ما يخص البطوله دي فنيا، اتكلمنا طبعا على الجزء الاداري وكان معانا كابتن محسن طاوي واللي هو حازم، واتكلمنا ان انجاز كبير للدوله المصريه استضافه البطوله دي على ارض مصر في الظروف دي وفي ظروف جائحه كورونا. ما يخص بقى الامور الفنيه، انتم مستعدين لها ازاي، وهل الظروف الكورونا اثرت عليكم فنيا؟ طبعا بص احنا قعدنا من اخر بطوله ضربناها او اشتركنا فيها كانت اعتقد في فبراير السنه اللي فاتت. صح. فاحنا دلوقتي تقريبا بنتكلم على سنه كامله ما عندناش اي احتكاك دولي ولا اي، ولا احنا ولا غيرنا، يعني العالم كله. صح. وحتى كل الجدول العالمي اللي هو تبع الاي اس اس اف الاتحاد الدولي للرماية، الحقيقه كل البطولات اتلغت.
اللي هي كانت بطولات عالم او بطولات قاريه او ما فيش غير البطوله القاريه اللي كانت مؤهله لبكين سوري لطوكيو، هي دي اللي اتعملت قبل الجائحه على طول يمكن بشهرين بالظبط، ودي اللي خدنا فيها الحمد لله المقعد لطوكيو. انما طبعا الجائحه دي اثرت علينا كلنا تقريبا، احنا انت فاهم الرياضه كلها في العالم وفي مصر طبعا قعدت فتره كبيره متوقفه، انما استعدينا برضو للبطوله دي قد ما نقدر في وقت قصير نظرا برضو لكل الظروف اللي بتمر بيها العالم كله يعني. يعني هستغل فرصه اللي هو حازم موجود معانا سيد وزير الشباب والرياضه وهو بيتابعنا، يعني الناس كلها بتتفرج علينا، ايه اللي انتم محتاجينه الفتره الجايه؟ محتاج مدرب طيب. اكلم اللي هو قبل ما يمشي نناشد الوزير عندكم مدربين؟ لا انا شفت استاذ اللي هو حازم كان قال ان هو تقدم اشار النهارده عندك في البرنامج اللي تقدم للوزاره ان احنا محتاجين طبعا مدرب علشان نكمل المنظومه بتاعه الاعداد للاولمبياد اللي جايه. طبعا اتمنى ان معالي الوزير يعني يتقبل الوضع ده ونسرع في اجراءات ان احنا نجيب مدرب لمنتخب مصر في السكي قريب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، يعني لبوا الدعوه وان شاء الله باذن الله كل المقومات تكون ميسره ليكوا، وان شاء الله اتمنى لك كل التوفيق انت وكل ابطالنا اللي موجودين في البطوله ورايحين الاولمبياد، وان شاء الله تبقى الخمسه والسته والسبعه كمان. الله يخليك يا كابتن سيف. بشكرك شكرا جزيلا كابتن مصطفى حمدي، واحد من اساطير اللعبه في مصر. الناس عايزه مدرب سهله. موضوع سهل جدا. احنا برضو لازم يعني نذكر ان احنا كان في فرصه ان احنا جبنا مدرب ويمكن من احسن المدربين على مستوى العالم من ايطاليا. يمكن اتكلمنا في الموضوع ده برضو مع بعض انه المدرب ده جه فعلا وقعد معانا فتره حوالي 15 يوم عشان احنا نعرف هو امكانياته وتوافقه مع الرومان. في بعض منهم كان بينتهج طريقه غير متوافقه مع المدرب، وفي بعض الاخر توافق معه. مدرب هايل. بس طبعا احنا لينا برضو قدرات وامكانيات. يمكن بعد هذه الفتره احنا شفنا مدرب اخر ويمكن نوصل لحل كويس جدا ان احنا نقدر نجيبه. الوزاره ما بتتاخرش عندنا بحاجه خالص نهائيا. مواعيد البطوله هتبتدي امتى وتخلص امتى؟ وصول وفود ان شاء الله 22، حفل افتتاح اونلاين يوم 23، وتدريب رسمي 24 بدايه فعاليات. يعني حفل افتتاح اونلاين؟ حفل افتتاح اونلاين ممنوع ان احنا نعمل اي حفل افتتاح حاليا بتعليمات الاتحاد الدولي للرمايه. وبالتالي بيكون حفل افتتاح على الانترنت. وبنعمل فيه كلمات سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي سجل كلمه، ورئيس الاتحاد الدولي يسجل كلمه، وانا سجل كلمه، ونستعرض الدول ونعرض هذا على العالم كله في الانترنت. دي فكره رائعه. ان شاء الله. لكن مفيش ايفنت نفسه في نادي الصيد حتى لو من غير ناس من غير جمهور وتصوروا؟ لا طبعا احنا مش هنقدر نعمل كده خالص، لان احنا اذا كان الايفنت حبينا نعمل حفله فاحنا سباقين في اجراء الحفلات، وحفلات اللي بتعمل في مصر بتكون على اعلى مستوى، لكن الظروف الحاليه بتمنعنا ان احنا نعمل حفله. لكن موضوع يعني ان شاء الله تمر هذه الجائحه ويكون لنا فرص اخرى ان احنا نعمل. هل الناس من حقها ان هي تشاهد البطوله؟ هل البطوله في مثلا جمهور لو الناس عايزه تحب تروح تخش تتفرج، ولا برضو الكلام ده ممنوع؟ لا طبعا هو احنا الجمهور بيستطيع الحضور المشاهده من خلال التلفزيون. طب هل حضراتكم يعني اتفقتوا على تصوير البطوله؟ اتفقنا طبعا احدى القنوات، يعني عاوز اقول ان هي قناه هنا احنا اتفقنا معاها. هو فيها كلام تاني يا سيادة اللواء؟ يعني ماشيين معاك المشوار من البدايه بقت احدى القنوات. يعني هي مش محتاجه دعايه بصراحه، اون تايم سبورت بصراحه يعني عاملين يعني انا انبهرت لما عملت اجتماع مع ممثلي القناه وممثلي الاتحاد الدولي في الميديا، انا بقيت حاسس ان احنا في مرحله ثانيه. لا فندم، اون تايم سبورتس دلوقتي على مستوى الدول العربيه على مستوى اوروبا عدد كبير جدا، يعني نسبه المشاهده ارقام عاليه جدا 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 بفضل الله، يعني الحمد لله طبعا هم واحترافيه الحقيقه في الاداره بشكل كبير. يعني انا بقول كده ليه؟ لان انا كنت في المغرب وشفت الطقم المختص بالتلفزيون هناك، وقلت اكيد احنا لما نيجي هنا نستضيف هذه البطوله
عاوز اشوف قدرات المصريين. احنا تفوقنا على اي حد شفته. انا مش بقول كده بكلام عشان في القناه ده فعلا دي حقيقة. لان انا شفت المناقشات اللي حصلت امكانيات الطقم اللي موجود في القناه ازاي بيناقشون في حاجات يعني في منتهى الاحترافيه. مش انا مش بتكلم كلام عشان في نفس القناه لا، لو القناه بتادي اداء باحترافي انا لازم اذكره. طيب. وده حق. السؤال الاخير، القناه هتغطي وتذيع، مين المذيع اللي هيذيع بقى؟ لان اللعبه دي عايزه شرح كتير جدا للمشاهد. احنا عندنا اتنين. مين؟ عندنا الاسماء اتحددت النهارده بس لسه هنعلنها بكره، وهنبعت القناه عشان يبتدوا يحدث بعض التدريب. عندنا اتنين، عندنا اناونسر اللي هو بيتكلم في النهايات، لازم يبقى في اناونسر يتكلم ويعلن ويقول احنا عملنا ايه والفاينل ماشي ازاي، لازم يشرح. وفي معلق بيبقى موجود قدامه شاشه وبيشرح للجمهور في التلفزيون على الهواء. مين المعلق ده؟ احنا حددناه بس لسه هنشوفه بكره امكانياته ايه، لانها عاوزه بعض الاحترافيه مع من خلال التدريب من خلال هل ده رامي؟ رامي طبعا. رامي خرطوش. رامي خرطوش. لابد ان يكون رامي خرطوش، لانه رامي الخرطوش هو ممارس للعبه، عارف قانون اللعبه ومستجداته، عارف ايه اللي بيحصل اثناء المباراه فيقدر يعلق عليه. هقول لحضرتك بقى الوصفه السحريه لهذه المساله. خد حضرتك مذيع من هنا من اون تايم يجيد التعامل مع الشاشه، يجيد التعامل مع الجمهور، ويقعد معاه واحد، على فكره كل الماتشات البره الكبيره بتاعت الكوره كده، ويقعد معاه واحد لاعب دولي زي ما بنعمل في الاسكواش، زي ما بنعمل في حاجات كتيره جدا، ويشتغلوا الاثنين مع بعض. هو ده اللي هنعمله ان شاء الله. وانا شخصيا مرشح من قناه الكابتن سيف زاهر. شرف ليا. انت رامي قردوش قديم. شرف ليا بس القناه كلها نجوم. لا ده احنا عندنا نجوم اكبر من سيف بكتير. لا طبعا. ان شاء الله باذن الله تبقى حاجه رائعه، وان شاء الله باذن الله اتمنى لكم كل التوفيق، بوجه كل الشكر لحضرتك، وان شاء الله مبارك لك، وهنتابع معاكم البطوله كلها على التلفزيون ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك على اللقاء الجميل، وبشكر كابتن مصطفى حمدي والاستاذ محسن طنطاوي ومجلس ادارته، وبصراحه كل قيادات الدوله، وزاره الشباب والرياضه، اللجنه الاولمبيه المصريه، وزاره الداخليه، على كل المجهودات اللي بتبذلها معانا في تامينا وفي تامين تحركاتنا، ووزاره الدفاع في كل الاجراءات التيسيريه لاقامه هذه المباراه. خلي بالك حضرتك عندك ميزه كبيره، مجلس اداره نادي الصيد في عدد من الرماه كتير، استاذ محمد شرف رامي، محمد شراوي، احمد مجيب رامي، محمد شراوي بطل كبير جدا في المجال ده، وعضو مجلس اداره نادي الصيد طبعاً. واعتقد انه مشوار كبير في الجزئيه دي. احمد مجيب كمان أحمد حاجه مجيب. هايله بصراحه. احمد مجيب برضو تاريخ كبير جدا طبعا، والدكتور مجيب اعتقد تاريخ كبير برضو طبعا، حضرتك في الاداره طبعا طبعا. بشكرك يا فندم، اتمنى لك كل التوفيق يا رب. ان شاء الله دعوه المصريين لينا ان شاء الله يكون لنا حظ وفير في حصول على الميداليات ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. بشكرك يا فندم. شكرا جزيلا للواء حازم حسني رئيس اتحاد الرمايه. انجاز جديد للدوله المصريه، ضربه بدايه مهمه هي بطوله كاس العالم للرمايه على ميادين نادي الصيد. الدوله المصريه في حته ثانيه خالص، العالم كله بيقفل، ومصر بتستقبل 32 وفد من العالم. نادي الصيد كان عنده القرار. شكر جزيل لمجلس اداره نادي الصيد، شكر جزيل للسيد وزير الشباب والرياضه، الاتحاد المصري للرمايه، شكر جزيل لصاحب الانجاز الكبير السيد رئيس الجمهوريه، السيد رئيس مجلس الوزراء، الدوله المصريه بمؤسساتها، كل يوم في مصر انجاز جديد. تحيا مصر ومصر تحيا. بكره ان شاء الله باذن الله اشوفكم على الف خير، واكيد هيكون في انجاز اخر.